هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. يا صباح الخير يلي معانا يلي معانا الصراحة لو صحانا سيدتي صباح الخير. كلمتين وبس. أخبار خفيفة. قطرات الندى. لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة وصباح الفل على حضراتكم كلكم. في الحقيقة الملف الأمن الغذائي بيمثل ضرورة وأهمية كبيرة جدا للجمهورية الجديدة. من 2013 الدولة المصرية مهتمة جدا بكل ما يتعلق بغذاء المصريين ووضعت هذا الأمر على أولوياتها من أول مشروع التقاوي لغاية عدد كبير من الفدادين اللي تم زراعتها في الصحراء لعدد كبير أيضا من المصانع اللي بتخدم على هذا الأمر. لو قلنا أن من أهم المشاريع القومية اللي اتعملت في مصر وكان ليها انعكاس مباشر على غذاء المصريين هو المشروع القومي للصوامع، يبقى ما نبقاش بنبالغ أبدا. إحنا كان عندنا في 2013 أماكن لتخزين القمح غير جيدة غير كافية. كانت هذه الأماكن اللي بنخزن فيها القمح شوان ترابية، سعة التخزين بتاعتها لا تتجاوز 1.5 مليون طن، نسبة الهدر فيها بتمثل حوالي 15%. كل ده كان بيمثل خسائر كبيرة جدا للدولة المصرية، وكنا بنزرع ونحط في الشوان وفي نفس الوقت نلاقي كل الهدر ده وكل ما يحدث في هذه الشوان. هانو 15% ده يعني رقم كبير أو نسبة كبيرة جدا. كمية الفاقد من القمح سنويا كانت قيمته لو هنحول 15% دي لأرقام كانت بتصل ل 2.5 مليار جنيه. والحقيقة من هنا كانت خطة الدولة أنها تؤمن هذه السلع الاستراتيجية من خلال محورين. المحور الأول هو أنه ما يكونش فيه فاقد في القمح، أما المحور الثاني فإنه السعة التخزينية يتم مضاعفتها عشان يكون عندنا احتياطي من القمح يكفينا عدد أكبر من الشهور. والواقع ده اللي حصل في مشروع الصوامع اللي الدولة بدأته بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 من خلال صوامع تكون حديثة ومطورة تقدر تحفظ سلامة الحبوب والقمح بدون أي هدر أو بدون أي فاقد. كلنا عارفين القمح بالنسبة للمصريين بيمثل إيه؟ مش مجرد رغيف العيش، القمح بيخش في صناعات كتير جدا مرتبطة بغذاء المصريين، وإحنا عارفين إزاي أزمة الحبوب أثرت على العالم كله خلال الأزمة الروسية الأوكرانية الأخيرة. لو بنتكلم على المستوى الداخلي، النهاردة عندنا معدلات التخزين في الصوامع الحديثة أكتر من 4.5 مليون طن. الصوامع دي والشوان المطورة دي بتعمل إنها تحفظ وتخزن وتصنف القمح بمعايير عالمية، غير أيضاً إن هي بقت موجودة في كل المحافظات تقريباً، كل محافظة هتلاقي فيها هذا المشروع. بالتالي كل هذا الأمر بيصب في مساعدة المزارعين على عمليات التوريد بتكلفة نقل منخفضة. المزارع المصري مش مضطر إنه ينقل المحصول من محافظة أخرى لمناطق بعيدة عنه، لأن بقى عنده جوه محافظته هذه الشوان الجديدة وهذه الصوامع الجديدة.
عشان كده بمنتهى البساطة بعد كل الأسباب يمكن اللي شرحناها لحضراتكم والخطة اللي اعتمدتها الدولة المصرية عشان تقدر تحافظ على القمح كسلعة استراتيجية وكمخزون استراتيجي عندنا، بيعتبر بالفعل مشروع الصوامة هو نقلة حضارية متميزة في تخزين الحبوب وبشكل خاص القمح، وبيضمن كمان صلاحية الأقماح اللازمة لإنتاج الخبز البلدي المدعم، مش بس فكرة كده، إن هو كمان لازم يكون بالمواصفات والجودة العالية. مرة تانية بنصبح على حضراتكم جميعا، صباح الخير والسعادة عليكم، صباح الخير يا مصر. صباح عليكم، وخلينا نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار المرور والطقس في القاهرة وباقي المحافظات. صباح الخير يا دينا. صباح الخير مصطفى، صباح الخير جمعنا، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. الجو معتدل بقالنا كذا يوم ويمكن هيكون مستمر معنا في حالة الاستقرار دي لحد آخر الأسبوع إن شاء الله. يا مسهل الحمد لله يا رب. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، وخلونا نبدأ معاكم في استعراضنا لأحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هبدأ معاك وتحديدا من محافظة القاهرة وشارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية مكملة لحد شارع الجيش وصولا لميدان العباسية. هنفضل ماشيين لتقاطع شارع صلاح سالم، هنلاقي برضو هناك بعض الكثافات البسيطة. ناخد بالنا ان في غلق لشارع ذاكر حسين في الطريق المتجه الى ميدان انبي بالوصلة من شارع عبدالله العربي وصولا لشارع محمد احمد سليم، ده بسبب اعمال انشاء المحطة رقم 4 بمشروع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة. بالنسبة بقى عند كوبري الجلاء هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لطريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تقل وتختفي واحنا داخلين على طريق المطار، لكن عند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري في كثافات متحركة، وكذلك الأمر على كوبري المطارية للقادم من الكابلات. كورنيش النيل اللي جاي من المظلات في كثافات مرورية بسيطة متحركة مستمرة لحد وسط البلد، وفي تباطؤ لحركة السيارات على كوبري أكتوبر، ده بسبب زيادة الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، وكذلك الأمر بمنطقة الكورنيش اتجاه المعادي أمام ماسبيرو ووزارة الخارجية. نروح معاكم لمحافظة الجيزة، وخاصة أو تحديدا من شارع الهرم اللي حركة السيارات فيه هناك فيها بطيئة، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، لكن في منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. في كثافات أخرى المتجهة إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بتظهر بعض الأحجام المرورية أيضا بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان لبنان وجامعة الدول العربية ومتجه للزمالك والقاهرة، لذلك بيفضل سلوك كوبري الجلاء، وكذلك الأمر أيضا على كوبري الجامعة القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة. محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان بيشهد كثافات مرورية، لذلك بينصح بسلوك محور رود الفرج. لكن عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة القادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، كذلك محور أو منزل محور صفت القادم من الدائري إلى جامعة القاهرة يمكن استخدام محور أحمد عرابي. بيشهد طريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء، وفي تباطؤ في حركة السيارات، لكن في بعض الكثافات على دائري المريوطية المتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية. نروح معاكم لمحافظة المنيا، وفي سيولة مرورية في عدد من الطرق، ولو مشينا على طريق الصحراوي الغربي من محافظة بني سويف لمحافظة المنيا هنلاقي فيه سيولة مرورية. طريق الشيخ فضل فيه سيولة مرورية على طول الطريق ما عدا بعض الكثافات البسيطة، لكن طريق المنيا مغاغة في بعض الكثافات البسيطة الغير مؤثرة. الطريق الصحراوي الشرقي فيه كثافات مرورية بسيطة. مكملين جولتنا ونروح محافظة الشرقية وطريق الزقازيق منيا القمح في سيولة مرية. طريق الزقازيق الإسماعيلية كمان الزراعي في بعض الكثافات المرية، أما الحالة داخل مدينة الزقازيق فيها كثافات مرورية بسيطة في طريق المحافظة والجامعة. كمان في سيولة مرورية عند موقف المنصورة ومدخل الطريق الجديد المتجه للمنصورة. الطريق من العاشر من رمضان إلى مدينة الزقازيق في سيولة
مرورية ما عدا بعض التكدسات عند مدخل مدينة الزقازيق. أما الطريق من العاشر المتجه إلى مدينة العبور من خلال بلبيس في حالة من السيولة المرورية. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة، تعالوا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة على أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على أغلب الأنحاء، في نشاط رياح على كل الأنحاء قد تكون مثيرة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بشمال وجنوب الصعيد. في كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 29، أعلى درجة حرارة هتكون في أبو سمبل 35، وأقل درجة حرارة في سلوم 23 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. نرحب بحضراتكم من جديد، وكعادتنا هنبدا معاكم اولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر بتذكره باهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح. ومن اهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك امس برفقه سلطان البهره في افتتاح مسجد السيده زينب بعد تطويره بشكل كامل. وقال الرئيس ان الدوله المصريه لديها خطه كبيره من اجل تطوير كل مساجد ال البيت والصحابه والصالحين. امبارح ايضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مع عدد من المستثمرين في القطاع السياحي من اجل بحث صياغه رؤيه وطنيه لدفع حركه السياحه الوافده الى مصر ومضاعفه اعداد السائحين. رئيس الوزراء قال ان الدوله المصريه بتستهدف الوصول الى 50 مليون سائح سنويا الى مصر. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك برفقة سلطان البهرة في افتتاح مسجد السيدة زينب بعد تطويره بشكل كامل. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية لديها خطة كبيرة من أجل تطوير كل مساجد آل البيت والصحابة والصالحين. كما وجه الرئيس السيسي محافظة القاهرة ببحث تعويض أصحاب المنازل المحيطة بالمساجد اللي بتعمل الدولة على تطويرها. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع ضم عدد من المستثمرين في القطاع السياحي لبحث صياغة رؤية وطنية لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر ومضاعفة أعداد السائحين. وأدار الدكتور مدبولي حوار مباشر مع الحضور من المستثمرين السياحيين وطلب منهم طرح رؤيتهم لتحقيق الهدف المنشود بالوصول ل 50 مليون سائح سنوياً لمصر. امبارح شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً إن الدولة المصرية تمكنت من رفع الاحتياطي الأجنبي وزيادة أصول البنوك. وقال رئيس الوزراء: أثق في الإجراءات اللي اتخذتها الدولة المصرية لنمو الاقتصاد، ولكن ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية وما نراه يومياً هو الذي يشكل خطر خارجي على اقتصادنا. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي وأوجه التعاون المشترك. وأشار رئيس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة استعدادات مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي اللي هيتم عقده بنهاية شهر يونيو المقبل، وأيضاً وثائق التعاون اللي هيتم توقيعها والفرص الاستثمارية اللي هيتم طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين خاصة في قطاع الصناعة. امبارح أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن، وبيتم فتح باب التقدم اعتباراً من 18 من الشهر الجاري حتى 27 من شهر يونيو من خلال موقع الوزارة على الإنترنت. مصر أعلنت امبارح في بيان صادر عن وزارة الخارجية اعتزامها التدخل رسميا من أجل دعم الدولة اللي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. يأتي هذا في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم. مصر طلبت إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية واللي بتطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبي احتياجات الفلسطينيين داخل القطاع.
وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين. أما بالنسبة لأخبار المحافظات، ففي بورسعيد تم افتتاح مدرسة بور فؤاد للتعليم المجتمعي لنظام الفصل الواحد، وفي إنا تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بقرية بلاد المال بحري ضمن مبادرة حياة كريمة. في الشرقية تم توفير 1269 فرصة عمل للشباب داخل 17 شركة بالقطاع الخاص. أما في المنيا فقد تم الكشف على 1492 حالة خلال قافلة طبية بمركز بني مزار. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية قررت المحافظة صرف مكافأة مالية للعاملين بكافة المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة لدعمهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز ملف التصالح، كونه أحد الملفات الهامة اللي بتقع على رأس أولويات الدولة، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقاً لقانون التصالح الجديد. في بورسعيد افتتحت المحافظة مدرسة بور فؤاد للتعليم المجتمعي لنظام الفصل الواحد ضمن خطة تطوير قطاع التعليم من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة للنهوض بمنظومة التعليم وتقديم تعليم جيد للطلاب. في قنا أعلنت المحافظة أنه تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدة سكنية بقرية بلاد المال بحري بمركز أبو تشت، وده عقب الانتهاء من تدفيع الغاز الطبيعي بالقرية المدرجة ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري. في الشرقية أعلنت المحافظة عن توفير 1269 فرصة عمل داخل 17 شركة بالقطاع الخاص، حيث تسعى الدولة جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص. في المنوفية شهدت المحافظة تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا بتكلفة إجمالية حوالي 35 مليون جنيه، وده في إطار العقد الموقع بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للبنية التحتية لمنظومة المخلفات. وتم إنشاء المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة تلا على مساحة 8150 متر وبطاقة استيعابية 550 طن في اليوم. في المنيا أكدت مديرية الصحة تنفيذ قافلة طبية بقرية المعصرة حجاج التابعة لمركز بني مزار على مدار يومين، وتم توقيع الكشف الطبي على 1492 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان من خلال الفرق الطبية في مختلف التخصصات، بالإضافة لعقد ندوات تثقيف صحي لـ 116 شخص. في كفر الشيخ أكدت مديرية التموين أنه جرى استلام 170,033 طن قمح بـ 25 موقع وسط، وبتجري متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية بعد أن تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات. مشاهدينا الكرام، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا مع حضراتكم في صباح الخير يا مصر. مؤخرا خرجت بعض الدراسات والتقارير العلمية وأكدت أنه تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الـ AI هتعمل ثورة وتحول كبير في مجال الرعاية الصحية. والحقيقة مش بس كده، التقنيات دي كمان في المستقبل هتتوظف بشكل هنقول يخض في الأجهزة والمعدات الطبية. بالفعل في عدد كبير من الارتكلز والمقالات ومن البحوث أكدت الأمر ده، وقالت ان في مجالات بعينها يعني الذكاء الاصطناعي عمل فيها خطوات، يعني يمكن زي مجال مثلا العيون يمكن بعيد شويه عن مجال الجراحات، ولكن في مجال التشخيص قال ان عمل نتائج وصلت لارقام كبيره. علشان كده احنا النهارده هنعرف ازاي هيقدر الذكاء الاصطناعي انه يحدث ثوره كبيره جدا في الرعايه الصحيه. ضيفنا النهارده عبر تطبيق سكايب الدكتور محمد محفوظ، استاذ الهندسه الطبيه في جامعه تينيسي بالولايات المتحده الامريكيه. صباح الخير يا دكتور، وبعد التحية، ما هي الدلائل اللي بتؤكد ان احنا داخلين على تحول كبير هيعمله الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية؟ صباح الخير، وانا سعيد جدا بوجودي في البرنامج. هو طبعا الذكاء الاصطناعي، او ممكن نقول الذكاء الصناعي على حسب النطق، هو بقاله فترة الحقيقة داخل في المجال الطبي وبقوة.
فطبعا زي ما تفضلتم هو في التشخيص، في التشخيص الصناعي هو طبعا في محاولات كبيرة جدا، وفي زي تشخيص السرطان الثدي، وداخل برضو في مجال العلاج الانكولوجي اللي هو علاجات السرطان بقوة بقاله فترة في الموضوع الحقيقة، لأنه هو بيقدر الذكاء الصناعي يتم تدريبه فيقدر يشوف في الأشعة structures أو أشياء يصعب حتى على الراديولوجيست إن هو يقدر يشوفها، فبالتالي هي تبقى عامل مساعد ضخم جدا. ده من المجالات اللي هي بقوة بقاله فترة طويلة شغال. في مجالات تانية طبعا داخلة اللي هي بالنسبة اللي هي زي برضو تفضلتم في العيون، كانت جوجل ومجموعة تانية بالنسبة لعلاج اللي هو السكر دايما بيأثر على العيون، فكان في انيشيتيف ضخمة جدا اتعملت الحقيقة مع جوجل في الهند على المناطق النائية اللي هو يقدروا مثلا يكشفوا على العيون، وهي كلها مجهودات مستمرة لأنها في تطوير مستمر. طبعا غني عن التعريف ان هو داخل في كل الروبوتكس دلوقتي في الجراحات على اساس ان هو بيساعد الجراح في كل المنظومات دي. هو في النهاية الطبيب او الجراح هو اللي بياخد القرار، عشان بس نكون واضحين، لانه طبعا في اراء كتيرة على ان هو هياخد الذكاء الصناعي هياخد يتفوق على الانسان، وبيتفوق في حاجات معينة، بس في النهاية هو احنا بنسميه كولابوراتيف او ان هو مساعد دايما للطبيب. طيب دكتور، برضو حاجه من تفضل. لا بقول دايما من التطبيقات المهمه اللي هي الريموت اسيستنس، يعني في المناطق اللي هي يصعب تواجد فيها مثلا طبيب باستمرار، فبيقدر مثلا بتطبيقات الذكاء الصناعي دايما تاخد الاعراض بتاعه المريض وتقدر تبعتها بصفه مستمره، أو تقدر تراقب المريض بصفة مستمرة، وتقدر تدي ملحوظات والطبيب حتى بعيد عن المريض في المناطق النائية. دي اللي هي التطبيقات اللي هي هتبقى قوية جدا وهتغير تقريبا وجه الطب أو الرعاية الطبية بصفة عامة. طيب دكتور محمد، خليني أرجع لأول نقطة حضرتك ذكرتها، ولو هنتكلم تحديدا على يعني على سبيل المثال مثلا الامراض الاورام او السرطانات، حضرتك قلت انه الاي اي او الذكاء الاصطناعي يقدر ان هو يشخص بعض الاورام افضل من العامل البشري، بس ده ازاي في حاله انه المفروض ان ده بيبقى مبني عن الاستنتاجات بتكون مبنيه على جيفنز او على معطيات للآلة عشان تقدر صحيح. تشخص، فهو على أي أساس يقدر يشخص أفضل من الطبيب أو المعطيات اللي تم إدخالها؟ هو أنا عايز أقول يعني إحنا بنقول دايجنوستيك، بس هو في الحقيقة هو الديتكشن، يعني هو الاكتشاف، فهو القدرة على إنه هو يكتشف، لأنه هو طبعا الطبيب مهما كان بالذات في العلاج المهم، يعني هو الماموغرافي لو إحنا نتكلم بالتحديد الماموغرافي ده، لأنه ده مهم جدا ومهم جدا للسيدات، واللي دايما بيتعمل دايما على فترات مستمرة علشان سرطان الثدي ده تقريبا من أخطر أنواع بالنسبة للسيدات. فهو الفكرة كلها إيه؟ إن هو بيتم تدريبه على أعداد كبيرة جدا من المعلومات، بيكون طبعا التدريب بيتم تحت إشراف يعني تحت إشراف خبرات طبية في هذا المجال، فهو مش بيكتشف حاجة ما يقدرش. هي القصة كل ما فيها إيه؟ إن هو بالنسبة لما يبقى الراديولوجيست أو إحنا بنسميه إيه، أخصائي الأشعة أفتكر، اللي هو الدكتور الأشعة، لما بيقعد يبص على الأشعة نفسها فترات طويلة يكون مساعد لي الذكاء الصناعي بعد ما يكون تم تدريبه، وهو بيكتشف المايكروستراكشرز والمايكروكالسيفيكيشن والحاجات الصغيرة اللي هي تاخد وقت، يمكن كمان يصعب على الانسان ان هو لو قاعد فتره طويله بيشخص انه يقدر يشخص تشخيص دقيق، لكن في النهايه هو لما بيكتشف حاجه الجراح او قصدي الدكتور الطبيب مش شايفها. هو في الاخر الطبيب بيرجع له، هو لازم هو الطبيب في الاخر هو اللي ياخد القرار. طب ده في حاله التشخيص يا دكتور. في حاله اجراء الجراحات سمعنا ان الذكاء الاصطناعي قدر ان هو يعمل بعض الجراحات، ولكن في مخاوف من تغوله صحيح. في هذا المجال، إلى أي مدى يمكن أن ينجح؟ احنا فهمنا أنه في التشخيص
بيقدر بنسبة كبيرة، في الجراحة أيضا يقدر؟ في الجراحة هو دلوقتي داخل في الجراحة بس برضو بشكل مساعد جزئي. في محاولات، في محاولات أنه هو يعمل جراحة بالكاملة، ودي كانت تقريبا إرهاصاتها طالعة، كانت يعني اللي أعرفه أنا شخصيا يعني في المجال ده، أنا في المجال ده إن كان في محاولات مثلا في لما تبقى في قتال، في جبهة قتال مثلا، في حد مثلا تم إصابة، فتقدر تعمل عمليات سريعة إنه مثلا في وهو موجود في تحت ضغط نفسي وعصبي يعني. أيوه لكن هو بالنسبة لإن هو يبقى يتم بالكامل 100% في حاجات محدودة جدا اتعملت عليها تجارب، بس مش على البني آدمين طبعا، بس الفكرة كلها طبعا ان انا هتكلم بالنسبة لأمريكا علشان انا اعرف اكتر. في النهاية لازم يبقى في حد مسؤول عن العملية، يعني مثلا لازم يبقى في مسؤول. فانا مثلا حتى لو انا استخدمت الذكاء الصناعي في تشخيص، وحتى لو كان حصل تشخيص خاطئ، وده ممكن يحصل، واحنا بندرس الاولاد كده ان يكون حاجه نقول انها فولس بوزيتيف او فولس نيجاتيف، فحتى ده لو حصل المسؤوليه بتقع على الطبيب. اوكي، فمشكله ان هو يتم تطبيق في الوقت الحالي في وجود القوانين اللي هي FDA مثلا في امريكا، اللي هي فود اند دراج ادمنستريشن، اللي احنا دايما بنتبع الخطوات دي، ده صعب جدا ان هو ان يتم الموافقه على الجهاز ان هو يقوم بعمليه بالكامل. هو ممكن في بعض الحاجات على فكره عشان نكون واضحين، لكن المسؤوليه هتقع على مين لو حصل خطا. صح، هي دي القصه في الاخر. وبعدين الاهم في الموضوع ان لازم يكون المريض هو المهم في الاخر، يعني يكون ايه المحافظه على المريض هي الاهم في الاخر، هي اللي ليها اولويه اكيد تطبيق جديد طبعا. طيب بالتاكيد دكتور محمد، يعني لاي مدى لو هنبص للمعطيات اللي عندنا دلوقتي وهنبص للأرقام اللي عندنا دلوقتي، لأي مدى نقدر نعتمد على الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؟ وحتى الآن يعني هل ممكن يبقى في نسبة خطأ من جانب الذكاء الاصطناعي، إن كان بقى في التشخيص، حتى لو في الروبوتكس، في الروبوتس اللي بتعمل العمليات الصغيرة زي ما حضرتك قلت، أو بتساعد حتى في العمليات دي؟ هو طبعا نسبة الخطأ واردة. بالنسبة للروبوتك سيرجري الحالية اللي بيستخدم فيها الذكاء الصناعي، وأنا ليا تطبيقات في المجال ده، هي طبعا بالكامل تحت سيطرة الطبيب، فمش هيدي مجال للخطأ. لكن بالنسبة اللي هو لو تم الاعتماد على تشخيص في الوقت الحالي، في نسبة خطأ بتبقى في نسبة أخطاء، والواحد لازم يكون مدرك لهذا الكلام. يعني مثلا تشات جي بي تي، كلنا سمعنا اللي هي التطبيقات اللي هي تشات بوتس دي، لا دي في ناس بتخطأ مش قليلة، فبالاعتماد عليها. عشان كده انها هي بتعتمد على اللي هي على مدى الداتا او التدريب اللي تم عليه. اوكي، فهو دي هي لازم عشان يبقى نسبة الخطأ تقل، يبقى لازم يتعرض لحجم ضخم جدا من المعلومات، وهي دي اللي بتسبب المشكلة ان هي التطبيقات ساعات تكون مكلفة شوية. لكن في المجال الطبي بصفة عامة، انا اعتقد بالنسبة لمصر دي فرصة ضخمة جدا، ان ما فيش القيود اللي موجودة زي مثلا امريكا هنا، عشان حتى المستشفيات كلها مش متصلة ببعض، مش زي ما الناس فاكرة. كل مستشفى وكل منطقة تقريبا منعزلة بالكامل تحت اللي بيسموها الداتا برايفسي، ان هما داتا برايفسي عاليه جدا في مجال اللي هي الطب بصفه عامه، ودايما التخوف من اللي هي الداتا برايفسي، اللي هي داتا برايفسي وامن البيانات، امن البيانات المريض، دي مهمه جدا ومهمه جدا في اوروبا، ودي عامله نوع من انها بتحد تقريبا شويه من استخدام الذكاء الصناعي على اعداد ضخمه من المعلومات. لكن طبعا لو اتعملت القوانين وتمت اتخاذ الاجراءات لتحمي بيانات المريض، اعتقد ان هو في فرصه عاليه جدا 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 ان هو يتم تطبيقات على مستوى عالي جدا في مصر. الحقيقه دي فرصه، ولازم المسؤولين يدركوا ان دي منطقه لازم مصر تدخل فيها. الحقيقه على اي حال دكتور، الحقيقه ان الذكاء الاصطناعي دخل في كل مجالات حياتنا بشكل قوي جدا، حتى بقينا وصلنا لمرحله انه في تخوف انه يمكن يحل محل البشر او العمل البشري
في مجالات كتير جدا، لكن على اي حال احنا كل يوم بنسمع الجديد. طبعا انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمد محفوظ استاذ الهندسه الطبيه في جامعه تينيسي بالولايات المتحده الامريكيه، شكرا لحضرتك يا فندم. خلينا نروح لدينا شرف ومتابعه لاخبار الطقس بالتفصيل، اتفضلي يا دينا. شكرا لك يا مصطفى، ودلوقتي فعلا جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار نهارا على اغلب الانحاء معتدل على السواحل الشماليه، بالليل الجو هيكون مائل للبروده على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهارده نشاط رياح على كل الانحاء بتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق المكشوفة بشمال وجنوب الصعيد. في كمان فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك. أهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا أن احنا يمكن بقالنا كذا يوم كده الجو معتدل والأجواء يمكن مستقرة بنوعا ما الصبح وحتى بالليل في نسبة برودة شوية. هو طبعا بالفعل ما زلنا بنتأثر بالأجواء الرباعية المستقرة في معظم محافظات الجمهورية، قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار في أغلب المحافظات أقل من المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، لأن بتأثر بمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، ده بيعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة بتحمل جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم، فبتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة. كمان وجود الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، الكتل دي معتدلة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، فده اللي بيخلي العظمى فترة النهار على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن هي تسجل 29 درجة مئوية في أجواء رباعية ما بين الحارة إلى المائلة للحرارة في القاهرة الكبرى الوجه البحري محافظات شمال الصعيد، أجواء معتدلة تماما في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، أجواء حارة في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون كمان في فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع وجود أشعة الشمس. بالفعل فترة الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس البرودة موجودة في الجو، خاصة فترة الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، الصغرى فترة الليل ما بين 18 و 19 درجة مئوية، لأن كمان بيكون في نشاط رياح في أغلب محافظات الجمهورية متوقع اليوم. دايما وجود نشاط رياح هو اللي يساعد اكثر ان احنا نحس بالبروده ونحس بانخفاض قيم درجات الحراره، لكن النهارده نشاط الرياح هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه في بعض الاماكن من جنوب سيناء، بعض الاماكن كمان من محافظات شمال وجنوب الصعيد، لكن المناطق الشماليه القاهره الكبرى الوجه البحري السواحل الشماليه مش هيكون عليهم اي اتربه ورمال مثاره. كمان هيكون اليوم في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على مناطق من السواحل الشماليه الشرقيه دمياط بورسعيد رفح العريش ومناطق من شمال الوجه البحري، لكن هي امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. وننوه ان النهارده في ارتفاع امواج على الشواطئ الشرقيه للبحر المتوسط، يعني المنطقه الموجوده في دمياط بورسعيد رفح العريش في ارتفاع امواج على شواطئ البحر المتوسط، الموج بيتجاوز 2.5 متر، فلازم ناخد بالنا من اضطراب البلاحه البحريه من الجهه الشرقيه للبحر المتوسط. الاحوال الجويه الرباعيه المستقره دي متوقع انها تكمل معانا حتى نهايه هذا الاسبوع ان شاء الله، يعني لحد يوم الخميس الجو مستقر، قيم درجات الحراره ما فيهاش اي ارتفاعات، والبروده موجوده معانا خلال فترات الليل، فعشان كده بناكد على كل الساده المواطنين نوعيه الملابس فتره الليل المتاخر اللي هي فتره الفجر طبعا. فتره الصباح الباكر لازم تكون ملابس خريفيه، ما تكونش ملابس صيفيه بشكل كامل. حضرتك قلتي لي ان يوم الخميس الجاي هتبدا بعد كده يمكن من الجمعه نعاود الارتفاعات مره ثانيه، ده بالفعل هتصل درجات الحراره لكام بالظبط؟ هو تدريجيا هتبدا قيم درجات الحراره ترتفع، يعني احنا مع يوم الجمعه هتكون 31 درجه مئويه، بدايه الاسبوع اللي جاي هيكون كمان ارتفاعات تدريجيه توصل 32 و33 مع الاسبوع المقبل، فهتبدا موجه ارتفاعات تدريجيه في قيم درجات الحراره، لكن الى الان هي قيم درجات الحراره بتكون في حوالين ال 30 ما بين 32 33 درجه مئويه، ده مطلع الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها معاكم من القاهره والعظمى 29 الصغرى 18، العاصمه الاداريه 28 17، الاسكندريه 23 16، العلمين الجديده 24 15، مطروح 24 15، دمياط 24 17، بورسعيد 24 17، اسماعيليه 30 18،
السويس 29/17، العريش 25/16، كاترين 27/11، طابة 29/18، حلايب 30/21، شلاتين 32/21، شرم الشيخ 31/22، الغردقة 32/22، الفيوم 30/18، بني سويف 30/19، الوادي الجديد 32/18، أسيوط 31/17، سوهاج 32/20، قنا 33/22، الأقصر 34/22، وأخيرا أسوان 34/22. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، وأعتقد إن احنا حتى نهايات الأسبوع الطقس هيكون معتدل، وده أجواء كده كويسة جدا، لأن معظم أولادنا دلوقتي في الامتحانات الأجواء معتدلة. بتمنى طبعا إن احنا ناخد بالنا لأولادنا وهم نازلين المدرسة الصبح بدري، نكون معاهم جاكيت خفيف، لأن في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة عن ساعات النهار. هرجع مرة تانية لجمانة ومصطفى عشان نكمل معاك فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك مشاهدينا. خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم نتابع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتبدأ جلسات المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بديوان عام وزارة العمل بمشاركة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والوزارات والجهات المعنية لمناقشة مشروع قانون العمل تمهيداً لعرضه على مجلس النواب وإصداره. النهاردة هيعقد اتحاد القبائل العربية بمحافظة الجيزة مؤتمر جماهيري حاشد لأعضاء الاتحاد بالمحافظة في 17:00 بحضور عدد من قيادات الاتحاد ورموزه، وبيأتي عقد المؤتمرات الجماهيرية بالمحافظات المختلفة تنفيذاً للخطة اللي أقرها المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد في 2 مايو الماضي برئاسة الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد. النهاردة هتنظم وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج فعالية اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع، واللي بتنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونسكو في إطار المبادرة الرئاسية اتكلم عربي في قصر الأمير محمد علي بمنطقة المنيل بالقاهرة بدءا من الساعة 6:30 مساء. النهاردة العشاق الدوري الإنجليزي موعدهم مع مباراة قوية في ختام الجولة 37 من عمر المسابقة، هيلتقي ليفربول مع أستون فيلا في تمام الساعة 10 ليلا. في الحقيقة لعبة الهوكي مش من اللعب المعروفة أو المتداولة بشكل عام في مصر، ولكن الهوكي في محافظة الشرقية عامل شغل كبير جدا، ودي علامة من علامات الاستفهام اللي احنا مش فاهمينها أو مش عارفين الكي بيرسون أو سبب الشخص الرئيسي اللي عمل ده. هوكي الشرقية من أهم الفرق اللي ما زالت بتحصل بطولات عالمية في لعبة الهوكي. السنة دي بيفوز ببطولة الدوري الممتاز للمرة الـ33 في تاريخه، ده غير طبعا انه بيقدم مستويات متميزة جدا في معظم البطولات القارية والعالمية. طيب خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر من الكابتن سيد جاب الله المدير الفني لفريق هوكي الشرقية اللي نورنا على التليفون. صباح الخير حضرتك يا كابتن، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم واهلا مصر كلها، وكل سنة وانتم طيبين وشكرا على الاستضافة. حضرتك طيب، لو تكلمنا عن قبل نتكلم عن اجواء المنافسات والحقيقه الانجاز الكبير اللي فريق هوكي الشرقيه بحققه، عايز اعرف من حضرتك بدايه اصلا وجود لعبه الهوكي في الشرقيه. دي كان موجود من زمان، يعني من فتره كبيره قوي، من اكتر من 40-50 سنه. كان في مدرس انجليزي كان في المحافظه وهو اللي ادخل لعبه الهوكي. ايوه، يعني المدرس الانجليزي ده يعني جابها ازاي؟ عمل ايه؟ كان بيلعب فيها؟ يعني مين هو مدرس الانجليزي؟ ادينا تفاصيل شويه. طيب كان في الثانويه العسكريه، عندنا الثانويه العسكريه كان متواجد، وكانوا بيجمعوا بعض ويبتدوا يلعبوا اللعبه، فمن هنا يعني ابتدت الهوكي يخش المحافظة عن طريق التلاميذ يعني، وابتدت تنتشر يعني هو الزملاء في الكنترول بيقولوا لي مش مدرس انجليزي بمعنى ان هو بيدرس انجليزي، لا هو كان مدرس انجليزي الجنسية عندنا. القصة دي ما هو انجليزي، من قصدي كده. مش مدرس، ما احنا انه مدرس انجليزي، لا هو كان جنسيته انجليزي او من انجلترا، وهو ابتدى فعلا يدخل اللعبه هنا من هم كانوا
بيجمع الطلبة وابتدى أعلمهم اللعبة. احنا كنا مهتمين يا كابتن سيد الحقيقه نعرف كمان الخلفيه التاريخيه لهوكي الهوكي يعني في الشرقيه، لكن خلينا نروح مع حضرتك بقى للبطوله، يعني التجهيز والاستعداد للبطوله عملتوا ايه؟ يعني ما شاء الله انجاز كبير جدا، يعني بتفوز ببطوله الدوري الممتاز للمره 33 في تاريخ الفريق، لو تكلمنا اكتر عن البطوله. لا الحمد لله، هو فريق الشرقيه على مدار اكتر من 35 سنة هو فعلا هو على طول في حالة جهوزية للدوري أو البطولة، لأن عندنا أجيال بتسلم دايما أجيال، فهو على طول في حالة منافسة سواء في البطولات الأفريقية أو سواء في الدوري العام أو سواء في كأس مصر. لا فعلا الفريق بيبدأ اللاعب بيبدأ من عند سن 9 سنين، فهو عارف يعني ايه، بيبتدي يتاهل، عارف يعني ايه فريق الشرقيه. فريق الشرقيه يعني بتستعدوا ازاي يعني يا كابتن؟ اجواء الاستعدادات بتكون عامله ازاي؟ التمرينات بتكون عامله ازاي؟ هو ما انا بقول لحضرتك، هو على طول في حاله تدريب، هو على طول في حاله معسكرات، هو على طول مهيئ، لان احنا بنلعب على منافسه في جميع البطولات. فريق الشرقيه ما بيقبلش اصلا فكره، ما عندوش فكرة التعادل أو المكسب. على طول هو على طول بيفكر في المكسب، على طول هو متأهب سواء عقليا أو بدنيا أو ذهنيا. على طول احنا في اللعب عندنا على طول في حالة منافسة، بيبدأ من البطولة الأفريقية، سواء لما بنبدأ الموسم دايما بطولة أفريقية بتبقى في شهر 11، وبعد كده بنرجع نخش الدوري العام، وعندنا بعد 10 ايام الكاس. فاحنا على طول يعني احنا الفكره على كده. المنتخب كم في الميه منه من يعني فريق الشرقيه بالنسبه للهوكي منتخب مصر؟ لا على طول منتخب مصر فيه فعلا عدد كبير، ممكن يعدي ال 50%. بتختلف ممكن بين السنين، يعني في فتره كان فريق الشرقية بيبقى فيه أكتر من 12 لاعب في المنتخب. في فترة بيبقى فيه أكتر من 7-8 لعيب. السنة دي فريق الشرقية فيه أكتر من 6-7 لعيب في المنتخب المصري. واضح إن فريق هوكي الشرقية يعني ليه باع كبير جدا في لعبة الهوكي، سواء مش بس على المستوى المحلي ولكن أيضا على المستوى الإقليمي في البطولات الإقليمية أو على المستوى العالمي. بنشكرك كابتن سيد جاب الله المدير الفني لفريق هوكي الشرقية، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا الثامنة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف، تفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من تطويره ضمن خطة تطوير وتجديد مساجد آل البيت، وذلك بحضور السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند. وأهدى السلطان مفضل سيف الدين هدية تذكارية للرئيس السيسي، ثم قام الرئيس السيسي والسلطان مفضل سيف الدين بجولة تفقدية بمسجد السيدة زينب بعد تطويره، صافح خلالها بعض الشيوخ والعلماء. وقال الرئيس السيسي إن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد أهل البيت والصحابة والصالحين، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تعويض أصحاب المساكن المحيطة بالمساجد لتطوير هذه المناطق. أعلنت مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وأوضحت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وتنفيذها للتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد غارات على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا إسرائيليا استهدف أحياء مدينة غزة، ما أسفر عن 7 شهداء وإصابة العشرات. كما استهدف قصف إسرائيلي جنوب مدينة رفح الفلسطينية، ما أسفر عن شهداء ومصابين. كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون في قصف إسرائيلي على مبنى سكني في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة عزون شرق قلقيلة بالضفة الغربية المحتلة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال يرافقها جرافة عسكرية اقتحمت أحياء في البلدة وداهمت عددا من المنازل فيها واعتقلت أيضا عددا من الفلسطينيين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير نظام جوي أطلقته قوات الحوثي فوق خليج عدن. وأوضحت القيادة المركزية أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية. أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع سيرجي شويغو الذي كان يشغل المنصب منذ عام 2012، وذلك في تغيير كبير للقيادة العسكرية بعد أيام قليلة على تنصيبه لولاية رئاسية 5. واقترح بوتين الاقتصادي أندري بيلوسوف ليحل محل شويغو وفقا للائحة الترشيحات الوزارية التي نشرها مجلس الاتحاد الذي يعد الغرفة العليا في البرلمان الروسي. وأصدر بوتين مرسوما بتعيين شويغو أمينا عاما جديدا لمجلس الأمن القومي خلفا لنيكولاي باتروشيف الذي ستعلن مهماته الجديدة في الأيام المقبلة وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية. ورياضيا، خسر فريق الزمالك أمام مضيفي نهضة بركان المغربي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي لبركان وفي ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي لحسم بطل المسابقة القارية. ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز هدفا دون رد في لقاء الإياب من أجل التتويج بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، فيما يكفي نهضة بركان التعادل لحصد اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه. ختام موجز 8 فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحبا بكم من جديد. النهارده ذكرى ميلاد الفنانة سميحة توفيق، وهي واحدة من أبرز نجوم السينما في الخمسينيات والستينيات. اكتشفها الفنان الكبير يوسف بيك وهبي وقدمها في فيلم غرام وانتقام، وكان عمرها وقتها 16 سنة. وبعد كده تولت عدد كبير من الأعمال الفنية اللي قدمتها من خلال مشوارها السينمائي أو المسرحي. تحل اليوم 13 مايو ذكرى ميلاد الفنانة سميحة توفيق التي تعد من أبرز الفنانات في مجال السينما خلال فترتي الخمسينيات والستينيات. ولدت سميحة توفيق في محافظة الفيوم وسط عائلة لديها اهتمامات فنية متشعبة، فشقيقها الممثل ومنفذ المعارك السينمائية الطوخي توفيق، وتربطها صلة قرابة بالفنانة نعيمة عاكف. بدأت الفنانة سميحة توفيق أولى خطواتها في عالم التمثيل بعدما اكتشفها الفنان يوسف وهبي لتشارك بدور بسيط في الفيلم الذي كتب القصة والسيناريو والحوار له وأخرجه عام 1944 بعنوان غرام وانتقام، وجسدت فيه دور حاملة للزهور خلف المطربة أسمهان في أغنية إمتى هتعرف، وكان عمرها 16 عاماً فقط. خلال الخمسينيات قامت سميحة توفيق بأدوار البطولة في عدد من الأفلام، وكانت في بؤرة الأضواء كنجمة من نجمات الصف الأول بعدما أثبتت قدراتها الفنية. شاركت سميحة توفيق في أكثر من 80 عملاً فنياً، أبرزهم فيلم ليلى في الظلام، بلبل أفندي، غرام وانتقام، معركة الحياة، ليلة الدخلة، أولاد الشوارع،
غلطة عمر والفارس الأسود. رحلت الفنانة سميحة توفيق في 11 من أغسطس عام 2010 عن عمر جاوز 80 عاماً. من كام يوم تم الإعلان عن تقرير لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين موظفين وعمال وسائقين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات خلال فترة من 1 يوليو 2023 ولحد آخر شهر مارس 2024. التقرير كشف عن خضوع عدد كبير من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة للتحاليل، والنتيجة أن كان في انخفاض في نسبة التعاطي بشكل ملحوظ. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معنا على التليفون الأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير يا فندم. بعد التحية، كم عدد الموظفين اللي خضعوا للكشف والتحليل، وما هي النتائج إذا ما قرنت بالنتائج العام السابق؟ أولا عايز أقول لحضرتك، يمكن إحنا على مدار الفترة، على مدار 9 أشهر اللي فاتوا، احنا كشفنا على اكثر من 136 الف موظف من العاملين بالجهاز الاداري للدوله. والحقيقه احنا لما بدانا حملات الكشف في 2017 في 2019 عذرا، كانت نسبه التعاطي الحقيقه كانت نسبه مخيفه، كانت 8%. النهارده وانا بكلم حضرتك النسبه انخفضت الى 1%. حملات الحقيقه بتنزل بشكل مفاجئ، بتنزل في سريه تامه، بيتم الكشف على الموظفين، وفي نفس الوقت إذا تبين أن الموظف بيباشر عمله تحت تأثير المخدر، هنا بيقع طبعا الحقوبة والفصل من العمل. أنا عايز بس أكد أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، هدف هذا القانون هو حماية أرواح الأبرياء وليس العصف بالموظفين. بمعنى حتى بعد تطبيق القانون، وحتى وأنا بكلم حضراتكم، من حق أي موظف أنه يتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هو 16023، وبيتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفي سرية تامة، وبنأكد في سرية تامة. بمعنى بمجرد ما بيتقدم إلى الموظف إلى الخط الساخن، بيتم طبعا تحويله إلى أقرب مركز علاجي قريب من محل إقامته من المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، واللي هي حوالي 30 مركز علاجي منتشرين في 19 محافظة حتى الآن، بيقدموا كافة الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة. أنا عايز أقول لحضرتك كمان، فلسفة هذا القانون بتعتمد إن كمان بيحق للموظف إن هو يتقدم للعلاج، بس بشرط قبل نزول حملات الكشف إلى مقر عمله. ويمكن حذف لحضرتك خبر صار على مدار 9 أشهر اللي فاتوا، تقدم أكثر من 2500 موظف طالبين العلاج، وبالفعل بيتم تقديم الخدمات العلاجية ليهم حاليا، واعتبرهم مرضى دون أي مساءلة قانونية. طيب أستاذ مدحت، خليني برضو يعني دي نقطة مهمة، خليني يعني كمان أستوضح من حضرتك بعض النقاط. أولا حضرتك قلت أنه هذه الحملات هي حملات مفاجأة، والنقطة أو الفكرة متعلقة أكتر بهل الفكرة يعني متعلقة أكتر بفكرة أنه الموظف بيقوم بعمله تحت تأثير المخدر، ولا فكرة أن وجود المخدر في التحاليل المتعلقة حتى لو ما كانش تحت تأثير المخدر، أو حتى لو ما كانش بيقوم بعمله تحت تأثير المخدر؟ دي نقطة. النقطة الثانية كمان حضرتك قلت أنه لو الموظف هو اللي تقدم وتواصل مع صندوق مكافحة المخدرات، هنا هو لا يقع تحت مساءلة قانونية بأي شكل من الأشكال. طب ماذا لو لم يتقدم أو لم يتواصل قبل الحملات؟ إيه اللي بيحصل؟ يعني لو توصلتم انه في بالفعل موظف تحت تاثير مخدر او في التحاليل نسبه من المخدر، ايه اللي بيحصل؟ ما انا زي ما اشرت لحضرتك، القانون هنا يا فندم هو القانون بيؤكد على حمايه ارواح الابرياء. بمعنى ان القانون هدفه هو تضييق الخناقه على الموظف للتقدم للعلاج، بحيث ما يبقاش عنده بديل للعلاج. اما اذا اصر الموظف على تعاطي المواد المخدره وتبين لحملات الكشف ان الموظف يباشر العمل تحت تاثير المخدر، بمعنى انه بيتعاطى مواد مخدره، هنا بيطبق عقوبه الفصل من العمل. اما اذا بادر الموظف من تلقاء نفسه واتصل بالخط الساخن اللي هو 16023 لصندوق مكافحه وعلاج الادمان طالب العلاج، هنا بنعتبره مريض وبنوفر له كافه الخدمات العلاجيه دون ان يقع تحت طائله القانون، دون اي مساءله، دون الفصل في العمل، ولكن ان هو يبادر من تلقاء نفسه
قبل نزول حملات الكشف. أما إذا توجهت حملة الكشف إلى مقر عمله وتم التحليل للموظف وتبين أنه يتعاطى مواد مخدرة بمعنى أن بيباشر عمله تحت تأثير المخدر، هنا بتقع عقوبة الفصل. لك حضرتك أن تتخيلي عندما بدأنا حملات الكشف في 2019 على الموظفين، والحياة دي كانت بتوجهات من القيادة السياسية، كانت نسبة التعاطي ما بين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة 8%، نسبة مخيفة. نسبة الحقيقة كانت مقلقة مع استمرارية الحملات. النهاردة وأنا بكلم حضرتك النسبة انخفضت إلى 1%، وطبعا بنستهدف أن النسبة تكون 0%. طيب أنا يعني بتكلم على جانب تاريخي يمكن في سؤالي ده. لطالما اشتكينا من الحوادث المخيفة اللي عملها السائقين اللي بتسموا بالرعونة، واللي نسبة كبيرة جدا منهم للأسف لما جينا نعمل لهم تحاليل أو ظهرت نتيجة تحاليلهم أثبتت التحاليل أن عندهم بعض المواد المخدرة في هذه التحاليل، بتستهدفوا قد إيه من السائقين؟ يعني أنا معاك إن لو في موظف بيعطل حاجة خطره مش هيبقى زي خطر السائق اللي ممكن يعني يودي بأرواح آخرين. خلينا أقول لحضرتك يعني وحييك على أهمية السؤال، إحنا يمكن الحقيقة إحنا بدأنا يعني بشكل مبكر على الكشف على سائقي الحفلات المدرسية، ويمكن ده بدأنا في 2017، والحقيقة أيضا كانت نسبة التعاطي ما بين سائقي الحفلات المدرسية نسبة كبيرة وكانت بتصل إلى 12%. مع استمرارية الحملات النهاردة وأنا بكلم حضرتك النسبة انخفضت إلى أقل من 0.5%، وبالتحديد 0.4%. يمكن إحنا على مدار العام الدراسي 2023-2024 كشفنا على حوالي 8500 سائق من الحفلات المدرسية، وتبين انخفاض النسبة بشكل كبير زي ما أشرت لحضرتك، حوالي 0.4%، يعني أقل من 0.5%. أقل من 0.5%. الحملات بتنزل في تنسيق مع الإدارة العامة للمرور، في تنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة. عندما يتبين أن السائق بيتعاطى مواد مخدرة، الحقيقة بيتم طبعا التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وإنهاء التعاقد مع السائق، أيضا بيتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. أيضا الحقيقة في تنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات حتى للتحليل للسائقين على الطرق السريعة. والحقيقة إحنا يمكن لما بدأنا حملات الكشف في 2017 كانت بعد حادثة الأتوبيس الشهيرة اللي عصف بأرواح يعني العديد من أطفالنا، وكان بسببها تعاطي سائق الأتوبيس للمواد المخدرة. احنا أيضا بالتوازي مع حملات الكشف احنا الحقيقة بنكثف جهودنا في التوعية، بنوعي السائقين بأضرار تعاطي المواد المخدرة. احنا يمكن أطلقنا مبادرة توصل بالسلامة لتوعية السائقين ورفع وعيهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة. أيضا احنا برضو أطلقنا مبادرة في غاية الأهمية وحملة إعلامية لتوعية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بآليات تطبيق القانون وحقوقه وواجباته، وإزاي لو الموظف يعني بيتعاطى مواد مخدرة يتجنب عقوبة الفصل من خلال يعني المبادرة للاتصال بالخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. احنا أيضا بالتوازي مع حملات الكشف احنا أيضا بنوعي طلابنا في المدارس، ويمكن أطلقنا أكبر برنامج وقائي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويمكن على مدار العام الماضي يعني نفذنا هذا البرنامج الوقائي في أكثر من 9500 مدرسة. بيعتمد هذا البرنامج من نوعه على بث فيديوهات توعوية بتحكي رحلة التعاطي وبتبرز أضرار اللي بيتعرض ليها المتعاطي المواد المخدرة، وبالتالي بنرفع وعي طلابنا وولادنا في المدارس بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة. احنا يمكن عندنا تكليفات من القيادة السياسية لتوعية أهالينا في المناطق المطورة زي الأسمرات والمحروسة وبشائر الخير وكثير من المناطق المطورة بديلة العشوائيات، بنوعيهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، بنوعي الأسر لو لا قدر الله عندها ابن بيتعاطى مواد مخدرة ايه أبرز العلامات اللي ممكن تشير ان الابن بيتعاطى، وازاي تتواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للحصول على كافة الخدمات العلاجية. ويمكن على مدار العام الماضي احنا نفذنا أكثر من 170 ألف زيارة منزلية للأسر داخل الوحدات السكنية، بنوعيهم بآليات الاكتشاف المبكر. أيضا الحقيقة بننفذ برامج توعوية متكاملة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ويمكن على مدار الفترة الماضية نزلنا في أكثر من 750 قرية بنعمل يعني
دوري رياضي للشباب تحت شعار انت اقوى من المخدرات، بنعمل ورش حكي للاطفال وبانشطه والعاب تفاعليه مرتبطه برضو ورفع وعيهم باضرار التدخين، حتى الحقيقه يبقى عندنا جيل من النشء ان هم برضو لديهم الوعي. طبعا دي نقطه مهمه والتوعيه يعني مهمه جدا يا استاذ مدحت الحقيقه. لكن خليني ارجع مع حضرتك مره تانية للموظفين، ويعني خلينا نستغل وجود حضرتك معانا وتكلمنا عن اولا عدد الموظفين اللي بالفعل تقدموا من تلقاء نفسهم او طوعا للعلاج من الادمان، وعايز اعرف من حضرتك رحله العلاج بيبقى شكلها عامل ازاي، يعني لو توضح لنا الرحله دي لان دي نقطه مهمه جدا، وكمان عدد الموظفين اللي بالفعل تقدموا طوعا. خلينا اقول لحضرتك ان كان على مدار التسع اشهر اللي فاتوا تقدم اكثر من 2500 موظف، الحقيقه وده بيشير الى مدى الثقه في مؤسسه حكوميه ممثله في صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي، وبالفعل الموظفين اللي تقدموا للعلاج بيتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا ولن يقعوا تحت طائله القانون، وبنؤكد علاجهم في السريه تامه ولن يقعوا تحت طائله القانون، لان هدف قانون الموظف المتعاطي للمواد المخدره زي ما اشرت لحضرتك هو ليس العزف بالموظفين، ولكن هدفه هو تضييق الخناق على الموظف بحيث ما يكونش عنده فرصه يعني بديل غير للعلاج. واحنا برضو يعني بنحب نرد على بعض المزايدات اللي يمكن وجدناها على مدار الاسابيع الماضيه، ان نعطيهم فرصه للعلاج. القانون بيعطي للموظف اكثر من فرصه، بمعنى احنا لما بدانا حملات الكشف على العاملين احنا بداناها من 3 سنين قبل تطبيق القانون، بداناها في 2019، تطبيق القانون كان في بدايه 2022، يعني استمرينا 3 سنين بنكشف على الموظفين دون ان يكون في عقوبه او ردع تشريعي، ولكن مع استمراريه الحملات وجدنا ان في بعض الموظفين لديهم استمرار على التعاطي والاصرار بشكل مخيف، وبالتالي بعد تطبيق القانون النسبه انخفضت من 8% الى 1%، وبالتالي بنؤكد ان القانون بيضمن للموظف حتى بعد تطبيقه وحتى في اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها يحق للموظف التقدم للعلاج، وبيتم اعتباره مريض وعلاجه في سريه تامه. الشرط الاساسي ان الموظف يتقدم من تلقاء نفسه قبل نزول حملات الكشف الى مقر عمله. الشيء الثاني فيما يتعلق بالشق العلاجي، احنا عندنا 30 مركز علاجي منتشرين على مستوى 19 محافظه بيقدموا كافه الخدمات العلاجيه مجانا ووفقا للمعايير الدوليه، بمعنى ان الخدمات العلاجيه داخل مراكز العزيمه التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان لا تقتصر على سحب المخدر فقط، ولكن بتمتد الى خدمات الدعم النفسي، التاهيل الاجتماعي، حتى كمان التمكين الاقتصادي بالنسبه للي ما عندوش اي مصدر رزق او عنده اي وظيفه، بندرب المتعافين داخل مراكز العزيمه على حرف بيحتاجها سوق العمل. ويمكن على مدار الفتره الماضيه دربنا اكثر من 14500 متعافي على حرف زي اعمال النجاره، زي اعمال التبريد والتكييف، صيانه المحمول وغيرها من الحرف اللي بيحتاجها سوق العمل. ايضا اطلقنا مبادره في غايه الاهميه بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي لتمويل مشروعات صغيره للمتعافين، ويمكن على مدار الفتره الماضيه يعني قدرنا بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي ان احنا نمول مشروعات صغيره للمتعافين في ايجاد الحقيقه يعني الحد من الانتكاسه واعاده دمجهم في المجتمع مره اخرى. الحقيقه يعني يا استاذ مدحت فكره دمج المتعافين في ان كان حتى انشطه اجتماعيه او حتى ايجاد ليهم اعمال او وظائف او مساعدتهم في حتى ان هم يبتدوا مشروع جديد او يعني كل هذه المبادرات اللي حضرتك ذكرتها هي مهمه جدا، وهي جزء حتى من رحله استمرار التعافي، لان هي بتبقى رحله مستمره، هي مش بتقف عند حتى الخروج من المصحه او من مركز اعاده التاهيل، لكن هي رحله مستمره. طبعا انا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ مدحت وهبه المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحه وعلاج الادمان، شكرا لحضرتك يا فندم. طبعا في ناس كتير تابعت الاخبار الخاصه بالعاصفه الشمسيه الشديده اللي ضربت الغلاف الجوي في عدد من دول النصف الشمالي من الارض. الحدث النادر ده الحقيقه ما حصلش من سنه 2003، وفي ناس كتير جدا خاصه في قاره اوروبا كانوا حريصين على ان هم يلتقطوا صور وفيديوز لتوثيق المشهد النادر في السماء. خلينا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع على طول. We'll be right back.
مشهد وصفته المؤسسات العلمية بالنادر، كان عنوان لأضواء العاصفة الشمسية الشديدة اللي ضربت الغلاف الجوي في عدد من دول النصف الشمالي من الأرض. فأوروبا حرص عدد من الأشخاص على التقاط صور وفيديوهات لتوثيق المشهد النادر في السماء اللي وصفوه بالحدث اللي ما تسجلش من سنة 2003. الصور والفيديوهات اللي انتشرت ظهرت فيها السماء في عدد من الدول الأوروبية مع وجود ظاهرة الشفق القطبي. الظاهرة دي سببها الرئيسي الانفجارات الشمسية اللي بتتجه ناحية الأرض عن طريق الرياح الشمسية، ولما بتوصل للغلاف الجوي لكوكب الأرض بتلاقي مقاومة قوية جداً، وبيكون من نتائجها إنها تلف في الرياح الشمسية وتبددها. كمان الظاهرة دي بتؤدي لتوهج الجزء الخارجي من الغلاف الجوي فوق مناطق القطبين الشمالي والجنوبي، وبعد التوهج ده بتظهر ألوان زاهية علشان تغطي مساحات كبيرة في السماء. العاصفة الشمسية اتكلمت عنها الوكالة الأمريكية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي ورصدت انفجارات على سطح الشمس، وقالوا إنه متوقع حدوث توهجات وعواصف شمسية تانية خلال الفترة اللي جاية، وأكدوا كمان إن العاصفة دي بتعتبر أكبر من العاصفة اللي سبق وحصلت في شهر أكتوبر 2003، ده غير إن في عاصفة تانية شبهها سبق وحصلت عام 1859 وتعرفت وقتها باسم حدث كارينغتون، واستمرت لمدة أسبوع، وظهورها أدى لشفق امتد لهاواي وأمريكا الوسطى، وبسببها اتعطلت خطوط التلغرافات وقتها. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جيب معادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. هنبدأ معاكم جولتنا، وفريق كرة القدم بنادي الزمالك خسر 2-1 أمام نظيره نهضة بركان في المباراة اللي جمعتهم امبارح في ذهاب نهائي الكونفدرالية. فريق نهضة بركان تقدم بهدف بعد مرور 13 دقيقة عن طريق ركلة جزاء قبل أن يعزز تقدمه بهدف آخر في الدقيقة 32، وقلص سيف الجزيري مهاجم الزمالك النتيجة بهدف في الدقيقة 46، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 لصالح نهضة بركان. وفي انتظار لقاء الإياب بين الفريقين في القاهرة لحسم الفائز ببطولة الكونفدرالية. البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب مصر الأولمبي استقر على انطلاق المعسكر المقبل للفراعنة يوم 28 مايو الجاري ضمن خطة الإعداد لأولمبياد باريس 2024. النادي الأهلي خاض ميرانو على ملعب التتش استعدادا لمباراة الترجي المقرر لها يوم 18 مايو الجاري بتونس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق الميران للحديث في كافة الأمور الفنية. وأدى لاعبو الفريق اللي شاركوا في مباراة بلدية المحلة بالدوري تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما شارك باقي اللاعبين في الميران كاملا واشتمل على جزء بدني وتدريبات الكرة. فريق منتخب السويس حقق الفوز على فريق كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم باستاد بتروسبورت في المباراة الفاصلة لتحديد المتأهل لدورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز في الموسم المقبل. منتخب مصر لكرة اليد للرجال فاز على المنتخب القطري بنتيجة 30-21 وديا في إطار استعداد لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024. ملك إسماعيل لاعبة المنتخب المصري للخماسي الحديث توجت بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم المقامة في بلغاريا بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المصنفين من مختلف الدول. فريق يوفنتوس تعادل مع فريق سالينيتانا 1-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإيطالي، وبيحتل ليفنتوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الموسم الجاري برصيد 67 نقطة، فيما يأتي سالينيتانا الهابط لدوري درجة ثانية أخيرا برصيد 16 نقطة. فريق بايرن ميونخ فاز على فريق فولفسبورغ بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الألماني، وبيحتل بايرن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 72 نقطة، بينما جاء فريق فولفسبورغ في المركز الـ 12 برصيد 37 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لجمعنا ومصطفى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر.
نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا. ولسه كلامنا مستمر عن الرياضة وتحديدا طبعا الزمالك. الزمالك امبارح قدر انه يرجع بنتيجة لحد ما مرضية، خسارة 2-1 من فريق نهضة بركان المغربي في مباراة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، خاصة أنه مباراة العودة هنا في القاهرة وعنده أكتر من سيناريو مريح للفوز بالبطولة. خلينا نتعرف على تفاصيل المباراة، الأخطاء اللي لازم يشتغل عليها جماز قبل مباراة الإياب. أسئلة كتير قوي يا مصطفى، صح؟ صحيح، أسئلة كتيرة جدا، وخصوصا أن في ناس كتير بتقول أن الفريق ما كانش يعني بالشكل القوي اللي الناس كانت متوقعة أن هو يعني يبقى موجود عليه، وأن نهضة بركان مش تاريخيا يعني مش قد الزمالك. الناقد الرياضي أمير نبيل منورنا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر. هنتعرف معاه على تفاصيل المباراة والسيناريوهات المتوقعة في المباراة القادمة. أهلا بك أستاذ أمير. أهلا بحضراتكم، تحياتي لكم كل المشاهدين. أهلا. شفت إزاي المباراة؟ إيه هي الأخطاء اللي وقع فيها جوميز ومفروض إن هو يتجنبها في المباراة القادمة؟ يمكن طبعا سيناريو المباراة اللي شفناه امبارح هو فوز نهضة بركان بهدفين لهدف، يمكن زي ما حضراتكم ذكرتم نتيجة مش أفضل حاجة ولكن لها ليست سيئة بالنسبة لنادي الزمالك. السيناريو اللي راهن عليه جوزيه جوميز في المباراة دي إن هو يحاول تخفيف الضغط أو يعني امتصاص حماس البداية من فريق نهضة بركان، لكن ما قدرش ده. هو اعترف بنفسه بعد المباراة ان كان في بعض الاخطاء ارتكبها لاعبو نادي الزمالك ادت الى ان الفريق المغربي ان هو يقدر يتقدم في النتيجة وسجل من ركلة الجزاء. الحاجات اللي كانت نقطة قوة في الفريق المغربي قدر ان هو يستغلها يعني كما هي بالظبط، يعني هو بيجيد استغلال الكرات العرضية ويمكن سجل الهدف الثاني من كرة عرضية. كان نادي الزمالك عنده مشكلة في التعامل مع الكرات العرضية بشكل كبير، وكان اكتر من فرصه مؤثره بالنسبه للفريق المغربي لو كانت استغلت كانت هتؤدي لمشاكل اكتر في دفاع نادي الزمالك. ايضا يمتاز فريق نهضه بركان بقدره لاعبيه على يعني كسب مخالفات في مناطق مهمه جدا. يمكن شفنا ابرز لاعبي فريق نهضه بركان وهو يوسف الفحلي اللي خرج في الشوط الثاني متاثرا باصابه، هو لاعب ممتاز جدا الحقيقه اللي كان على الجناح الايمن وكان عمل مباراه كبيره واعانى في مواجهته احمد فتوح و وسام عبد المجيد ودفاع نادي الزمالك لانه متحرك بشكل كبير جدا، تحركاته غير متوقعه، القدره البدنيه الهائله اللي كان عليها فريق نهضه بركان في الشوط الاول تحديدا ادت لزياده الضغط على لاعبين نادي الزمالك وادت لارتكاب كتير من الاخطاء. فكره جوميز ان هو كان يهدي اللعب شويه في بدايه الشوط ويحاول ان هو يمتصص الحماس ويبدا يعمل اسلوبه اللي هو معتاد عليه، التمريرات الكتير، الاستحواذ، السيطره على الكره. عشان كده بمرور الوقت لحضرتك تلاحظ ان ابتدى نادي الزمالك يسيطر على الكره. صحيح ان هو ما كانش ايجابي على المرمى غير في كره وحيده الشوط الاول اللي كان عملها سيف الدين الجزيري براسيه من عرضيه احمد فتوح وتصدى لها الحارس حمزه الحمياني وابعد فرصه الزمالك في الشوط الاول، ولكن قدر الزمالك في الشوط الثاني ان هو يستفيد من هدف الجزيري من راسيه ايضا، ويمكن اللعبه اللي كان بيراهن عليها ايضا نادي الزمالك اللي يقدر بيها يعود للمباراه، لان زي ما نهضه بركان مميز في الكرات العرضيه على المستوى الهجومي فهو عنده مشكله فيها على مستوى الدفاع، ما بيتعاملش بشكل جيد، وبالتالي دي اللي كان منها الثغره الوحيده اللي قدر نادي الزمالك انه يستغلها ويسجل الهدف. زي ما بقول نتيجه مش افضل حاجه ولكنها ليست سيئه ويعني تتيح او تفتح باب الامل لنادي الزمالك انه يعوض في القاهره ويفوز بالبطوله ان شاء الله. استاذ امير، الحقيقه احنا يعني انا عارفه ان احنا في الماتشات بنعتمد بنقول اهم حاجه النتائج في الاخر. صحيح. ولكن برضه مهم ان احنا نحلل الاداء عشان نعرف المشكله فين. الاداء الناس تتكلم ان هو ما كانش اقوى حاجه امبارح للزمالك، وانه شايفين انه الهجوم عند الزمالك كان معطل، يعني كان في مشكله في الهجوم اصلا عند الزمالك، وحتى يمكن الجون اللي جه طبعا جون مهم جدا ويعني ريح الزمالك الى حد كبير، لكن برضو مش ده اللي كانوا مستنيينه. صحيح. يمكن لو رجعنا لاختيارات جوميز في المباراه هنشوف ان هي اغلبها اختيارات منطقيه، ما فيش فيها حاجه يعني نقدر نقول عليها مفاجاه، باستثناء يمكن سامسون اكينيولا اللي اعتمد عليه في مركز الجناح الايسر وده يمكن مش متعود عليه قوي، لكن هو برده مش مواصفات المهاجم الضخم او الطويل القامه اللي يستغل الكرات العرضيه، عشان كده كان شايف ان التوظيف الامثل له هو في مركز الجناح الايسر، لان نادي الزمالك عنده مشكله حقيقيه في المركز ده، لان طبعا غياب مصطفى شلبي للاصابه عن مباراه الامس، وايضا طبعا عدم قيد ناصر ماهر في القائمه الافريقيه، كل دي خلت الخيارات قليله شويه عند جوميز
كان عنده خيار اخر على مقاعد البدلاء وهو السنغالي ابراهيم انداي، ولكن استغلوا في الشوط الثاني للعنصر البدني وعنصر السرعات، لكن هو كان عنده فكره جوميز في دفع بسابسون اكينيولا ان هو يبقى محطه يقدر يستلم ويسلم زمايله بشكل جيد في الثلث الهجومي، لكن نادي الزمالك ما قدرش يعمل ده لان كان في برضه بطء في توصيل الهجمه شويه الى الثلث الامامي، وكان في عدم ربط ما بين اللعيبه وبعضهم البعض بالشكل الجيد. يمكن في بعض المحاولات القليله يمكن اللي منها كانت فرصه الجزيري في الشوط الاول دي اللي كان فيها الى حد ما جمله تكتيكيه وربط وتحرك ما بين لعيبه الزمالك بشكل ايجابي. بخلاف كده يمكن كانت الازمه الهجوميه تتضح ان اللعيبه كانت معزوله شويه في الثلث الامامي، عشان كده بمرور الوقت في الشوط الاول شفنا كتير من الاوقات زيزو بينزل يستلم في وسط الملعب بدل ما كان يعني متطرف في الجانب الايمن مستني الكره تجيله مستني ربط معاه، عشان كده في كتير من اللعيبه او الاظهره تحديدا عمر جابر واحمد فتوح كان عندهم مهام دفاعيه اكتر، ما قدروش يتقدموا يعملوا الواجبات الهجوميه المعتاده اللي بيعملوها في اداء نادي الزمالك، عشان كده ده اللي اثر على شكل الهجوم النادي الزمالك. في الشوط الثاني الامور تغيرت للافضل، وانا شايف ان كان نادي الزمالك كان لازم يستغل الحته دي لان فنيا وبدنيا فريق نهضه بركان اقل بكتير في الشوط الثاني، يعني الاندفاع البدني اللي كان الفالده كان افضل في الشوط الثاني بالظبط، كان لازم تستغل الموضوع ده بشكل افضل، وان انت ليه لا ان انت ما ترجعش 2-2 بدل 2-1 هتبقى النتيجه بالنسبه لك افضل بكتير، لكن طبعا يعني برضو كان في تخوف ان انا افتح خطوطي امام الفريق المغربي اللي مازال متحمس ومازال مدعوم بالشحن الجماهيري الكبير والاجواء اللي في ملعبه على وسط جمهوره، فكل دي كانت امور برضو في حسابات المدير الفني ان انا عندي نتيجه 2-1 وهدف في بدايه الشوط الثاني، يعني خلى الامور بالنسبه لي افضل شويه حتى على المستوى المعنوي للعيبه ان انا اقدر العب بهدوء اعصاب بدل ما كان في توتر في بدايه المباراه، كان في ارتكاب اخطاء دون ضغط حتى من لاعبي نهضه بركان، عشان كده يعني كل شوط كان له سيناريو، ولكن نادي الزمالك تحسن في الشوط الثاني وكان في اداء افضل. يمكن التغييرات اتاخرت شويه وبعض التغييرات ما كانتش مجديه بشكل موفق بالظبط، ما قدمتش الاضافه الكبيره، ولكن في النهايه خرج بنتيجه ليست سيئه بالنسبه لنادي الزمالك. طب ايه الثغرات اللي كانت موجوده عند نهضه البركان وما قدرش الزمالك ان هو يستغلها بشكل افضل ونحط كده تحتها خط علشان المباراه القادمه يعني ياخد بالها؟ صحيح. يمكن لو شفنا في الشوط الثاني تحديدا نادي الزمالك لما كان بيترك الكره لفريق نهضه بركان ان هو يبني هجماته ما كانش عنده التنظيم الكافي، فعشان كده ما كانش قادر يفتح ثغرات، لكن كان بيهاجم بعدد كبير من اللعيبه، ده كان بيكلفه فرصه ان يبقى عنده مساحات في خط ظهره، لكن نادي الزمالك ما كانش بيقدر يستغل ده. يعني انا لما نهضه بركان يضغط عليا بخمس ست لعيبه معنى كده ان عنده في تلت ملعبه او في نص ملعبه ما فيش غير ثلاث اربع لعيبه فاضيه اقدر استغلها بالظبط، فلو قدرت استغل سرعات وانطلاقات زيزو او سيف الدين الجزيري وهو لعيب مهم جدا في الناحيه الثانيه بالظبط، ان انا اقدر اديله كرات طويله او اقدر العب على المساحات الفاضيه هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنادي الزمالك، عشان كده كان مهم ان نادي الزمالك ان يستغل الامور دي في الشوط الثاني تحديدا، لان كان في نوع من الاندفاع شويه خاصه في النصف الثاني من الشوط الثاني من فريق نهضه بركان ان هو كان بيطمع شويه في النتيجه اللي هو بدل ما يخليها 2-1 يخليها 3-1 يخلي الامور اسهل بالنسبه له، وكان شايف ان الزمالك تراجع شويه عشان كده كان بيحاول يستغل ده. كان نادي الزمالك كان المرتدات تحديدا او اللعب تحول من الدفاع للهجوم كانت مهم جدا انها تتطور بشكل افضل، كان لازم طبعا يبقى في لاعب محطه يقدر يستلم ويسلم، ولكن طبعا ممكن جوميز ما حبش يغامر شويه ان هو يجري تعديلات كتير على التشكيل، لان الهدف الاساسي بالنسبه له ان اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب تقدر تهدي مهام دفاعيه زي ما هي بتادي مهام هجوميه، لان مش مطلوب ان انت تتخلى عن مهامك الدفاعيه ويؤدي ده ان انت يعني تفشل في الحفاظ على النتيجه اللي انت كانت شايفها جيده الى حد ما. طيب استاذ امير، احنا لسه في مباراه ثانيه والزمالك عنده فرصه انه يعوض الخساره، وزي ما حضرتك قلت الاداء بالفعل تحسن في الشوط الثاني، والزمالك فريق كبير جدا يعني وعنده الحقيقه لعيبه كمان اقويه جدا، فاحنا بنامل ان احنا نشوف اداء يوازي قدر الزمالك وقدر اللعيبه الموجودين ويقدروا. فعلى هذا الاساس هل جوميز في المباراه اللي جايه هل هيغامر، بما انك حضرتك قلت ان هو مش بيغامر او قرر ان هو ما يغامرش في المباراه دي، هل هيغامر في المباراه اللي جايه؟ هل هنشوف ممكن تاكتكس مختلفه او طريقه لعب مختلفه؟ هل هنشوف تخطي اللاعبين فكره السينكرونايزيشن او التواصل بينهم وبين بعض في الملعب؟ هو طبعا يمكن الزمالك بعد مباراه الذهاب خلاص هي صفحه واتقفلت، بيركز في مباراه الاياب حسابات مختلفه تماما، انت بتلعب على
فكره الفوز بهدف نظيف، فكره الفوز بالنسبه لنادي الزمالك بهدف لا تبدو صعبه، ولكنها يعني تنطوي على قدر من المخاطره شويه بالظبط، ان هو ان انت لازم ما تستقبلش اهداف، لان لو استقبلت اهداف لا قدر الله تبقى الامور صعبه جدا بالنسبه لنادي الزمالك. على مستوى الدفاع لازم يبقى فيه نسبه الخطا اقل درجه ممكنه بالنسبه للاعيبه نادي الزمالك، لان مش مقبول اخطاء في مباراه زي دي. اكيد نهضه بركان هيلعب على الجزئيه دي، ان هو يحاول ان هو يربك حسابات نادي الزمالك بهدف، ما قدرش يسجل هدف فهو محتفظ بنتيجه سلبيه اطول وقت ممكن، وده هيزيد الضغط شويه على نادي الزمالك. عشان كده الدور المعنوي والنفسي مهم جدا في حاجه زي كده. عشان كده يمكن تابعت ردود الافعال حتى على جماهير نادي الزمالك على السوشيال ميديا بعد مباراه الامس، كان في حاله يا اما افراط في التفاؤل يا اما افراط في التشاؤم، وده مش مطلوب. يعني نتيجه ليست جيده ولكنها ليست سيئه، انت تقدر انت بهدف نظيف، لكن اعتقد ان جوميز يعني عنده من الذكاء ان هو مش هيلعب باندفاع كبير يكلفه ان هو ممكن يفقد النتيجه اللي خرج بيها من مباراه الذهاب وتتصعب الامور عليه وعلى لعيبته. اكيد هيقسم المباراه على سيناريوهات او على اجزاء يقدر ان هو يضغط في وقت معين، لكن الفكره الاساسيه بتاعته ان هو يستحوذ على الكره. فكره الاستحواذ اللي بيصر عليها جوميز في منذ توليه قياده نادي الزمالك ان هي بتفتح له فرص تسجيل، بتفتح له فرص الوصول للمرمى باكبر عدد ممكن من الهجمات. طول ما انا مستحوذ على الكره انا مطمن، لان انا بدي الثقه للاعبتي، بيبقى في تحركات خلف المدافعين تقدر انها تخلق ثغرات. دي الفكره الاساسيه من السيطره والاستحواذ اللي بيحاول ياكد عليها دايما جوميز من المباراه الاخرى، واللي اذا فقدها في بعض الوقت ان هو بيحاول يسترجعها دايما عشان يبقى الحلول بايده، ما يديش الفرصه للمنافس ان هو يفرض اسلوبه عليه. طيب برايك الزمالك عنده كام عنصر يخليه قادر ان هو يكسب المباراه القادمه، بخلاف ان هو هيلعب على ارضه وسط جمهوره وفي بلده؟ عنده أكتر من ميزة إزاي إن هو يقدر يستغلها علشان يعني يفوز بالمباراة وباللقب أيضا؟ يمكن زي ما حضراتكم ذكرتوا، يعني برضو كامل الاحترام لفريق نهضة بركان، هو بطل بطولة الكونفدرالية مرتين يمكن في آخر 4 سنوات، لكن طبعا نادي الزمالك تاريخ كبير مع الكرة الأفريقية بشكل عام، وقادر إن هو يستغل ده يوظفه بشكل جيد في الملعب. نادي الزمالك يمكن في نسخة 2019 أمام نفس الفريق كان خرج بنتيجه الخساره 1-0 في المغرب، وقدر ان هو يفوز هنا 1-0 يعادل نفس النتيجه ثم بركلات الترجيح. عشان كده نتيجه امس يمكن افضل كمان من 2019، ان هو لو سجل هدف هنا خلاص الامور هتبقى بالنسبه له حسمت تماما، مش هيحتاج لاشواط اضافيه، او طبعا لان قاعده احتساب الهدف خارج الارض بهدفين التي لا تزال تطبق في الكره الافريقيه فقط، يمكن الغيت من اوروبا واسيا، ولكن ما زال الاتحاد الافريقي بيعملها. هي ليها مزايا وليها عيوبها، لكن في النهايه نادي الزمالك يجب ان يستفيد من هذه الميزه زي ما يجب ان يستفيد من ميزه الدعم الجماهيري، وده برضو دور كبير للجماهير. الجماهير تبقى حاضره لازم يبقى ليها دور ودعم للزمالك في اي سيناريو. يمكن اتذكر مباراه الزمالك وارتا سولار بطل جيبوتي في الدور التمهيدي لهذه النسخه تحديدا من البطوله. الزمالك كان خسران 2-0 في مباراه الذهاب في جيبوتي، وكانت المهمه بالنسبه له مش سهله. استقبل كمان هدف في نهاية الشوط الأول في مباراة العودة في القاهرة، فبدأت الأمور يعني صعبة جدا، فكان مضطر أنه يسجل 4 أهداف، لكن بدعم الجماهير اللي كانت موجودة وذكاء ووعي من اللعيبة ومن الجماهير أيضا والجهاز الفني قدر أنه يسجل 4 أهداف ويتأهل. لولا هذا السيناريو اللي صارت بيه المباراة لما كان الزمالك في هذه المرحلة من البطولة. عشان كده مهم جدا ان انا استغل كل العوامل اللي عندي، استغل دعم الجماهير، واستغل ان اللعيبه لازم تكون في افضل حاله، والجهاز الفني يختار العناصر برضو اللي تساعده على تحقيق السيناريو اللي هو عايزه في المباراه. كل دي امور اعتقد انها لو وظفت بشكل جيد الزمالك هيحقق النتيجه المطلوبه. طيب بشكل عام بقى شايف سير الكونفدراليه هيكون ازاي؟ يعني شايف النهائي هيكون شكله عامل ازاي؟ شايف السير بتاعها ايه؟ يمكن طبعا فريق نهضة بركان يعني اكيد النتيجة اللي حققها على ملعبه مش افضل حاجة بالنسبة له، كان عايز على الاقل تفضل 2-0، حتى شفنا بعد الهدف الثاني اللي سجله محاولات ان هو اضاعة الوقت شوية، محاولات ان انا يعني استنفذ الوقت بكل الطرق بحيث اخرج بالنتيجة دي، ولكن في النهاية اكيد السيناريو اللي جاي بيه فريق نهضة بركان هيبقى الهدف الاساسي بالنسبة له. لو ما قدرش احافظ على التعادل السلبي اقدر اسجل، لو ما قدرتش اسجل عفوا في شباك نادي الزمالك يبقى اقدر ان انا احافظ على التعادل السلبي. عشان كده من هنا لغايه مباراه الاحد المقبل هيبقى في دور كبير جدا على اولا الجهاز الفني طبعا يجهز لعيبته بالشكل
المناسب للمباراه. اختياراته هو اللي هيبقى مسؤول عنها جوميز بنسبه 100%، لان انا النهارده الناس اللي كانت بتلومه طبعا على اختيار سامسون اكينيولا في بدايه المباراه، هو كان له فكر معين لم يتحقق الغرض منه. التبديلات هيبقى ليها دور مهم جدا وتوقيتاتها، كل دي امور يجب ان احنا يعني لازم الجهاز الفني يبقى عامل حسابها من بدايه الاستعداد، من منذ عوده البعثه من المغرب، كل دي امور يجب ان تحسم طبعا بشكل كبير جدا. الدعم المعنوي من الاداره، واعتقد الاداره بقياده الكابتن حسين لبيب بتوفر الدعم للفريق بشكل جيد والبعثه، كل دي امور اكيد هيبقى ليها دور كبير جدا في رسم شكل او سيناريو الفاينل او النهائي ذهاب اياب نهائي الكونفدراليه. السؤال الاخير، التبديلات او التغييرات، هل ترى ان جوميز بيبقى موفق فيها بشكل كبير؟ هو بيبقى في برضه بعض التغييرات بيبقى بيحاول ان هو يعني بيبقى فيها نسبه ريسك شويه، يعني في بعض المباريات منها مثلا مباراه الاهلي والزمالك كان اصيب احمد سيد زيزو وهو نجم الفريق، اضطر ليه الدفع دي مضطر. انا بتكلم عموما في سياسته في التغييرات، هي فكره في مدربين، اصل مدربين يعني في مدربين بيميلوا لفكره يعني بلغه الكوره كده لاعب بلاعب مركز بمركز، خلاص ما عنديش فكره الابداع. لكن جوميز من نوعيه المدربين، يعني شفنا امبارح خرج نبيل عماد دونجا لاعب خط الوسط ونزل ناصر منسي المهاجم، فهو اكيد ما كانش عايز يهاجم في الدقائق الاخيره، لكن عايز لاعب يمسك كوره يقدر يسلم ويستلم. نبيل عماد دونجا كان عنده انذار، فكان خايف من فكره ايقافه في مباراه الاياب، عشان كده فضل ان هو طب يعني كان حد هيفكر طب ليه ما تلعب بلاعب وسط اخر مكان ناصر منسي. لا، هو برضه بيحب او بيميل المدرب البرتغالي لفكره ان انا تغيير يعني بيبقى فيه هدف تكتيكي شويه. على اي حال احنا يعني مستنيين طبعا مباراه الاياب بين الزمالك ونهضه بركان، وكلنا امل ان شاء الله ان الزمالك يعني يقدر يفوز بهذه المباراه، وزي ما كنا بنتكلم قدامه اكتر من سيناريو مريح للفوز بهذه المباراه. نشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا الناقد الرياضي امير نبيل، شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا استاذ امير، شكرا جزيلا. خلينا نروح سريعا مع حضراتكم لموجز الاهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا دينا شرف. اتفضلي يا دينا. شكرا لك مصطفى. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أعلنت مصر اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وأوضحت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوى القائمة بالاحتلال وتنفيذها للتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزير أنتوني بلينكين أعاد التأكيد لوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على رفض واشنطن لأية عملية إسرائيلية برية كبيرة في رفح الفلسطينية. كما أكد بلينكين ضرورة حماية المدنيين وعمال الإغاثة في غزة. كما حث وزير الدفاع الإسرائيلي على تسهيل عملية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتذليل العقبات التي تواجه توزيعها. تواصل المظاهرات بعدد من الولايات الأمريكية للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. ففي ولاية فلوريدا الأمريكية طالب المتظاهرون بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، كما وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة استخدمت خلالها الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. كما شهدت مدينة نيويورك مسيرة تندد بجرائم الاحتلال رافعين خلالها شعارات فلسطين حرة وأوقفوا المجازر. تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني القصف على طول الحدود بين الجانبين. وأوضح حزب الله أنه تم استهداف بالصواريخ التجهيزات التجسسية التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع المالكية. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف منصتي إطلاق صواريخ لحزب الله في بلدتي حلتة وحمام جنوب لبنان. أقر الجيش الأوكراني بنجاحات تكتيكية روسية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا. وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان أنه يوجد معارك مستمرة في مدينة فوتشانسك الحدودية،
ومن جهته قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن المعارك الدفاعية والقتال العنيف مستمر على جزء كبير من حدود بلاده. أدت الأمطار الغزيرة في جنوب البرازيل إلى ارتفاع منسوب الأنهار ما يثير مخاوف من حدوث المزيد من الأضرار في منطقة تسببت فيها فيضانات غير مسبوقة بدمار كبير. وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها ولاية ريو غراندي دو سول بداية الشهر في فيضان الأنهار ما أثر على أكثر من 2 مليون شخص وخلف 143 قتيلا و 806 جرحى، ولا يزال نحو 130 شخصا في اعداد المفقودين، فيما اضطر اكثر من 538 الفا الى ترك منازلهم بسبب الكارثه. ختام موجز التاسعه، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مرحبا بكم من جديد. بنجاح كبير جدا بيواصل فيلم السرب تصدره لشباك التذاكر، بتتجاوز ايراداته حتى الان 24 مليون جنيه في ايام عرضه الاولى، ودي يمكن رساله مهمه جدا للجمهور وخصوصا للشباب اللي اكدوا ان الرهان على العمل الجيد اللي معمول بشكل احترافي اللي فيه رساله وطنيه دايما بيكسب، وان اللي عندهم من الوعي والاهتمام بقضايا الوطن واللي يخليهم يقبلوا على عمل زي ده يؤرخ لعمليه عسكريه هامه مش عدد قليل بالمره. خلينا نتعرف اكتر على التفاصيل من الناقد الفني والكاتب الصحفي علي الكشوطي، منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك. اهلا بك، صباح النور. اهلا بحضرتك. هي عمل مهم جدا، بطولة جماعية، ملحمة عسكرية الحقيقة شفتها، إنتاج ضخم طبعا من شركة سينرجي، ويمكن الإيرادات حتى الآن إيرادات كبيرة مش بسيطة. لو حضرتك شايف كل المعطيات اللي عندنا دي، رأيك إيه في الفيلم حتى الآن؟ والله هو طبعا فيلم زي ما حضرتك ذكرتي فيلم مهم جدا، يعني فكرة إن احنا يبقى عندنا عمل ملحمي إنساني فيه دراما مبني على قصة حقيقية بكل هذه الإمكانيات ده شيء جيد وكويس جدا أن احنا عندنا الوعي الكافي أن احنا نقدم بطولات القوات المسلحة وبطولات ولاد مصر يعني في أفلام تعيش لفترة طويلة، يعني نوثق للأعمال ديت بحيث ان العالم كله يعرف حجم البطوله اللي كانت بتحصل وحجم التضحيات اللي حاصله، خصوصا ان هو ردا على يعني حادثه بشعه جدا العالم كله شافها وشاف قد ايه ان هم في بشاعه حتى في تناول الموضوع. بنشوف دايما الدول بتتفاخر بانتاجاتها يعني ليها تاريخ يعني عسكري، يعني عندك امريكا مثلا وهوليود ليهم عدد كبير جدا من الانتاجات السينمائيه الضخمه العسكريه، كذلك بوليود اللي برضه بتمشي في نفس المسار. تفتكر ان مصر بدات فعلا تاخد خطوات جيده بعد الاختيار وبعد الممر، وخصوصا ان احنا شفنا انتاجات يعني ما كنتش بتقول ان السينما دي سينما مصريه، لو بصيت للشاشه بشكل عام ما تحسش ان ده انتاج مصري. شوف يعني هو السينما الامريكيه غزت العالم كله بفكره الجندي الامريكي وفكره ان هم بيأرخوا للجندي الامريكي على ان هو الشخص الذي لا يقهر وان هو القادر على سحق الاعداء، والحقيقه ان كل البطولات دي بطولات وهميه وموجوده بس فقط على الشاشه على شاشه السينما. صحيح. بس هم قدروا ياثروا في العالم كله بان هم يخلوا كل الناس بتبص للجندي الامريكي ده نظره تقدير ان هو قادر على المستحيل، ورغم ان دي مش حقيقه. مؤخرا احنا بدانا ندرك ان محتاجين الصوره الذهنيه الحقيقيه للجندي المصري او لبطوله القوات المسلحه تبقى موجوده في السينما بحقيقتها بعيدا عن البطولات الوهميه. احنا عندنا بنأرخ لحاجات موجوده بالظبط، عندنا بطولات قويه جدا، عندنا بطولات تستحق ان هي يتم توثيقها وتاريخها في شريط سينمائي عظيم يفضل عايش لفتره طويله لاجيالنا وحتى الاجيال القادمه ان هي تفضل عارفه ان في الوقت ده مصر ردت ازاي وجابت حق اولادها ازاي وثأرت لاولادها ازاي. فمهم جدا ان احنا ادركنا الموضوع ده حتى لو متاخر شويه، ولكن الاعمال اللي اتقدمت في الفتره الاخيره
بتنبئ بان هو هيكون في اعمال اكتر واكتر، خصوصا مع نجاح الاعمال اللي اتقدمت. يعني حضرتك ذكرت ان هو فيلم السرب تخطى ال 24 مليون جنيه في 11 يوم، وده رقم كبير جدا مش بيحصل في الاعمال اللي احنا ممكن نسميها اعمال وطنيه. فكون ان المخرج احمد نادر جلال قدر ان هو يخلي الجمهور يحس بوطنيه العمل وبالدراما الانسانيه اللي فيه، وفي نفس الوقت يشعر ان هو فيلم تجاري ويقدر يدخله ويستمتع بيه في سهره مع الاسره او حتى مع اصحابه، ده في حد ذاته نجاح كبير. عندك توب جان مثلا، شوف عاش قد ايه كام سنه واتعمل منه اجزاء تانيه، عندك اجزاء ملحميه امريكيه زي ما انت قلت مش حقيقي، يعني على الارض الواقع هم اتهزموا في العراق وفي افغانستان، لكن العالم كله بيعتقد ان هم بالظبط. فعشان كده هو طبعا القوه الناعمه دي سلاح مهم جدا، احنا لازم نستغله يعني بشكل يعني افضل استغلال، واحنا بدانا في الفتره الاخيره نستغله بشكل جيد ونوصل للعالم كله البطولات المصريه. عشان كده انا دايما كنت بقول ان هو لازم فيلم مثلا زي الممر وفيلم زي السرب يتم ترجمتهم للغات كتير جدا ويتعرض على منصات عالمية، بحيث ان العالم كله يشوف الاحداث الحقيقية اللي كانت حاصلة والتحديات اللي كانت بتقابل مصر، وبشكل فني وبشكل نقدر نقول ان هو تجاري، بس في نفس الوقت مش بيخل بقيمة وبضخامة الحدث نفسه. طيب استاذ علي، زي ما حضرتك اتكلمت في نقطة انه يمكن السينما الامريكيه على سبيل المثال بتعظم قوي من الجندي الامريكي وبتصوره على ان هو بطل خارق، احنا عندنا بالفعل يمكن لو نبص حتى للدراما الاختيار باجزائه المختلفه في الممر في السرب، هي مش بس الحقيقه اعمال فنيه فقط، بتسرد حتى من وحي المؤلف او المخرج او هي قصص حقيقيه، ومش بس قصص حقيقيه الى حد ما كمان قدرت انها تكون بمثابه دراما توثيقية أو أعمال توثيقية بالفعل الأحداث اللي حصلت أو الحوادث اللي حصلت. شايف لأي مدى قدرنا إحنا إن كان من خلال المسلسلات أو من خلال الأفلام قدرنا إن إحنا مش بس يكون عمل فني لكن كمان عمل توثيقي لهذه الأحداث؟ إحنا نجحنا بشكل كبير جدا حقيقي، سواء في المسلسلات الدرامية اللي إحنا قدمناها، سواء كتيبة 101 الاختيار بأجزاء المختلفة، أو حتى مؤخرا مسلسل مليحة، في إن إحنا ننتج منتجات درامية فنية أو حتى سينمائية نطلق عليها دراما أو سينما الوعي. الفكرة إن إحنا دايما كنا بنشوف الأحداث ديت في نشرات الأخبار، بنسمع سقوط ضحايا، استشهاد 10 أفراد أو غيره، كل واحد في خياله بيرسم الموضوع عمل ازاي كأرقام بالظبط، ما بنعرفش ان هو ورا الارقام دي بني ادمين عندهم نجاحات، عندهم اسر، عندهم عائلات، عندهم تضحيات وحياه كامله. فلما انت بتاخد الجمهور ده وتدخله يعيش بقى في الحياه الكامله دي وتشوف قد ايه التضحيات اللي بتقدم وقد ايه ان احنا ولاد مصر بيستشهدوا في سبيل ان هم يعني ينجحوا في الوقوف تجاه التحديات دي، فانت الموضوع بيختلف بشكل كبير. المتلقي نفسه بيحس قد ايه حجم التضحيه، بيحس قد ايه ان احنا الحمد لله عايشين في امن وامان، مش مجرد ارقام بتتقري في نشرات اخبار او بتتقري في الجرايد. طيب استاذ علي، لما نبص لكواليس العمل في اي عمل بيبقى فيه نجم وحواليه بعض الايه الناس المساعدين ليه، في الاعمال الملحميه اللي زي دي بنشوف ان كلهم ابطال. يعني انت عندك آسر ياسين ده يشيل فيلم او مسلسل لوحده، احمد السقا كذلك، شريف منير كذلك، حتى لو بصيت للمواسم الرمضانيه المختلفه او حتى الافلام هتلاقيهم كذلك، تايسون كذلك. ايه اللي يخلي كل دول يجتمعوا في عمل؟ ايه اللي بيجمع العمل الوطني ان هم كلهم ياتوا بهدف يعني زي ما بيقولوا كده انكار الذات والعمل تحت رايه الوطن؟ شوف انا يعني علاقتي بيهم يعني اكدوا لي ان هي الفكره نفسها ان هم بيتعاملوا مع فيلم السرب على ان هو عمل وطني وواجب عليهم ان هم يشاركوا فيه، مش ان هو فيلم سينما بيتعرض عليهم فبيقبلوا او بيرفضوا. كل اللي شاركوا في الفيلم محدش قال بقى ده دوري اكبر من التاني واسمي ما يجيش في الافيش قبل الاول، الكلام اللي بالعكس يعني هم كلهم منسجمين مع بعض، وده واضح جدا على الشاشه. كل اللي يشوف الفيلم هيحس قد ايه في تناغم ما بينهم، وفي نفس الوقت هم بيحسوا ان هو ده واجب وطني لازم يشاركوا فيه، وفرصه جيده ان هم يشاركوا فيه، لان انت يعني في عدد الاعمال الوطنيه ما هوش عدد كبير، فبالتالي مش ممكن يتوفر لكل الفنانين ان هم يشاركوا فيه، فدي فرصه كبيره ان هم يشاركوا. بالاضافه لان فكره
وجود عدد كبير من النجوم ده اللي محقق الجانب التجاري في العمل، ان الناس تبقى مقبله ان هي تشوفه، ما يشعروش ان هو الفيلم وطني وهيبقى بقى فيه كآبه وحزن، لا انت بتروح تشوف فيلم فيه الجرعه الوطنيه وفيه جرعه الفخر والعزه اللي انت بتشعر فيها بعد ما تتفرج على الفيلم، بان انت يعني جيش وطني حقيقي قادر يحميك ويجيب حقك، وفي نفس الوقت بتستمتع بالعمل الفني كسينما. لان كمان يعني وجود المخرج احمد نادر جلال ووجود المؤلف عمر عبد الحليم وهذه الكوكبه الكبيره من النجوم عاملين توليفه مختلفه، بالاضافه لان الدوله ما بخلتش عليهم ابدا باي نوع من انواع المركبات سواء طائرات او دبابات او مجنزرات او غيره، في ان هم يطلعوا الشكل الحقيقي لحجم العمليه والشكل الحقيقي للصعوبات اللي بتواجهها القوات عشان تقدر تنتصر في تحديها ده. احنا كل المعدات اللي موجوده في الفيلم كلها معدات حقيقيه، والتعامل الفنانين معاها اكيد كان تعامل صعب ومحتاج تدريبات طبعا. ومحتاج مشقه، ويمكن اللي هيشوف الفيلم هيعرف قد ايه الفيلم متصور في ظروف صعبه جدا، ان تخش في عرض البحر في المياه الاقليميه عشان تصور مشهد على سفينه كبيره وفي وسط بقى شمس وحر وهواء حسب الاجواء اللي موجوده، او ان انت تروح في اقصى الصحراء عشان تبدا تبني لوكيشن للاماكن اللي شبه اماكن داعش وغيرها، حاجات صعبه جدا، بالاضافه طبعا لوجود احمد السقا. هو احمد السقا ملعبه هو الاكشن، فهو دي منطقته داخل الفيلم، وبرضه هتلاقيه بيقدم مشاهد خطر كتير ومشاهد فيها صعوبات، زي مثلا مشهد دفنه في الرمل ده استمر حوالي 4 ساعات مدفون تحت الرمل عشان يصور المشهد. لما في نهايه الفيلم لما الطيارات بتعدي من فوقيه فقد السمع حوالي 3 ايام، لان الطائرات صوتها اسرع من الصوت وصوت عالي جدا، فالفيلم متعوب عليه، وعشان كده الجمهور حبه لان هو معمول بصدق. فكرة العمل متعوب عليه زي ما حضرتك قلت، جودة المشاهد نفسها خاصة المشاهد الأكشن والحاجات دي احنا كنا بنفتقدها في وقت من الأوقات، ويمكن ده اللي كان عامل لنا شوية فجوة، أو كنا دايما بنتجه لنوعية الأفلام أو الجانرا دي لهوليوود لأي سينما أخرى، لأن احنا كان عندنا كنا بنفتقد جودة المشاهد في الأفلام دي. لكن زي هرجع تاني لكرو الفيلم أو طاقم عمل الفيلم وتحديدا لعمر عبد الحليم، ده أول عمل ليه كمؤلف وخرج بهذا الشكل، يعني بشكل جيد جدا الحقيقه. شايف ان ازاي عمر قدر ينقل المشاهد، ينقل الاحساس حتى للناس اللي في السينما، خاصه ان في مشهد في الاخر، مشهد الفينالي او مشهد النهايه، فجر يعني صالات السينما من العياط للجمهور. شوفي، هو يعني القضيه نفسها قضيه حساسه جدا، وفكره ان هو يستشهد حوالي 21 مصري بهذا الشكل السينمائي وبدم بارد، هي نفسها في حد ذاتها فكره صعبه طبعا. وفكره مؤلمه جدا، وفكره تحرك مشاعر اي كاتب ان هو يكتب عنها. الفيلم اجمالا كتابته ما هياش فيها لت وعجن كتير، يعني ما فيهاش حوار طويل، مش مط يعني، هو الحوارات كلها مكثفه وقصيره ومعبره عن الوضع، بالاضافه لان انت البطل او المين الرئيسي هو الحدوته نفسها في احداثها وفي تفاصيلها، وفكرة فتح تجار الدين وفتح جماعة داعش الإرهابية وتوضيح للعالم كله فكرهم يعني الناتن زي ما بنقول كده، وتعاملهم مع البشر بشكل صعب جدا. فهو كانت الجمل الحوارية مكثفة جدا، والسيناريو كان بسيط عشان كده وصل جدا للناس، ومنح فرصة كبيرة لأن هو يبقى الحدث هو المين الرئيسي في الفيلم. طب ولو بصينا على اللوكيشنز، اماكن التصوير، ناس كتير بتسال، يعني طبعا يعني وجود السواحل الليبيه بالقرب مننا مخلي اننا نتصور في نفس الاجواء شيء مش محدش هيلحظه بالعين المجرده يعني. لكن قول لي اماكن التصوير، يعني على سبيل المثال الحاجات اللي تمت في عرض البحر، الحاجات اللي تمت على السواحل المصريه، المشهد يعني الشهير بتاع داعش وقتل المصريين على بهذه الطريقه، حصل فين؟ هم كانوا مصوروا في اكتر من مكان حقيقي، يعني المشاهد اللي فيها بحر في عرض البحر دي خارج في المياه الاقليميه، وفي اماكن في السويس، وفي اماكن في عرض الصحراء، يعني هو ظروف وطقس الفيلم ظروف صعبه جدا واجواءه صعبه، لان هو انت
عمل حربي ملحمي، فبالتالي بتختار لوكيشنز مختلفه تكون بعيده عن العمار او العمران، وفي نفس الوقت بتدي نفس الايحاء اللي موجود. فدي كانت ظروف الفيلم وصعوبتها في ان انت تروح في اماكن بعيده جدا. يعني يمكن استاذ احمد السقا كان موجود معانا في ندوه وكان بيتكلم على صعوبه التصوير المشاهد. فمثلا مشهد، لو حضرتك شفت الفيلم هتلاقي فيه مشهد في البدايه خالص يعني عباره كبيره في وسط المايه، فالمشهد ده بقى في المياه الاقليميه، فانت وطبعا هي يعني سفينه مهجوره ما هياش شغاله يعني. فعشان مثلا تدخل الحمام فانت محتاج تطلع من المركب للبر نص ساعه تدخل الحمام وترجع تاني. لو مثلا محتاج تاخد بريك لازم تطلع وترجع تاني. يعني حتى المشهد الواحد ممكن تصور في اكتر من يوم بصعوبه شديده جدا، بس في النهايه انت حسيت باجواء المكان اللي انت مصور فيه وحسيت بحجم المعاناه اللي الناس بتعانيها في الاماكن دي. بشكل عام فيلم السرب نقلنا فين في الاكشن بشكل عام، ان كان حتى يعني الاكشن او حتى يمكن الاعمال الوطنيه اللي احنا دلوقتي بقينا بالفعل بنعرف ننقلها للجمهور بشكل ما فيهوش نوع من انواع الضغط او التلقين. بالعكس هي اعمال بالفعل بتوثق احداث حصلت والجيل نفسه عايش اللي عاصرها، حاضر هذه الحادثه وبالفعل عاشها وعاش كل المشاعر بتاعتها وبيعرف كل حتى التفاصيل المتعلقه بيها من خلال هذه الاعمال الدراميه، من خلال دمج المشاهد الواقعيه او الاحداث الواقعيه بالدراما وبالسينما. شايف ان احنا دلوقتي وصلنا فين في النقطه دي، نقطه الاكشن ونقطه الاعمال الوطنيه؟ احنا طبعا وصلنا لمرحله كبيره جدا ونقله كبيره، عشان كده انا بشوف ان هو الاعمال بتاعتنا دي محتاجه تتعرض بره، لان هي على نفس مستوى التقنيات والامكانيات اللي تفتخري بيها بره. ما تحسيش ان انت مقدمه عمل ينقصه شيء على مستوى التكنيك وعلى مستوى التصوير. احنا اتنقلنا نقله كبيره جدا في مجال الاكشن في الفتره الاخيره، سواء بنجومنا اللي عندهم المخاطره وعندهم القدره على ان هم يستوعبوا المشاهد دي ويقدموها بشكل جيد ويستعينوا بمدربين ويتدربوا لحد ما يوصلوا المشاهد تبقى متقدمه بتكنيك قوي ومظبوط. بالاضافه لفكره ان احنا دراما الوعي او سينما الوعي احنا تقدمنا فيها بشكل كبير جدا، لان احنا عندنا مخزون كبير وعندنا قضايا وتحديات عشناها والعالم كله عارفها، فبالتالي انت بتقدري تستدعي منها القصص اللي تستاهل ان هو العالم كله يشوفها ويشعر بيها. طبعا في قصص كتير جدا تستحق طبعاً، ولكن مش كل القصص ممكن تتحول لدراما او سينما، يعني بتحتاج تفاصيل اكتر او اشياء اعمق شويه عشان تقدر تحوليها لمنتج درامي وما يبقاش عمل وثائقي. ففي نقله كبيره حاصله، واعتقد ان ده هيفتح الباب الفتره اللي جايه ان هو يبقى فيه اعمال اكتر واكتر، وده اللي احنا كنا بننادي بيه لفترات طويله، ان احنا عندنا حجم بطولات كتير جدا وعندنا تحديات كتير جدا عشناها لحد ما وصلنا للي احنا فيه طبعا. حاليا ما وصلنا لهوش بسهوله هو يعني. زي ما احنا بنقول هو عمل بالفعل مكتمل الاركان، ويعني احنا بندعو حضراتكم اللي ما شافش الفيلم حقيقي العمل يستحق ان انتوا تروحوا وتشوفوه. نشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا الناقد الفني والكاتب الصحفي علي القشوطي، شكرا لك. شكرا جزيلا لحضرتك، وخلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل ما تبقى من فقرتنا في صباح الخير يا مصر. الدولة المصرية سعت من خلال القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتعزيز الإنتاجية والاستدامة، خاصة في محصول مهم واستراتيجي زي محصول القمح، بعد إطلاق المشروعات الزراعية العملاقة اللي ساعدت في زيادة إنتاجية القمح بشكل كبير جدا. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر عن ما يعرف بحصاد القمح. إحنا دلوقتي في مصر بنحتفل بإن إحنا بنحصد محصول القمح، وبنشوف عدد كبير جدا من المشاهد الخاصه بده. ازاي الدوله المصريه قدرت ان هي تعظم من المشاريع القوميه الخاصه بالزراعه؟ ازاي ان في رقعه منزرعه جديده وصلت 2.5 مليون فدان، هتوصل ل 4 مليون فدان بحلول 2025؟ ازاي قدرنا نعمل او نشتغل على مثلث التصنيع الزراعي من خلال وجود زراعه قويه ومن خلال وجود ايضا محاصيل مهمة بهذا الأمر؟ بصحبتنا الدكتور علي إسماعيل أستاذ الزراعة ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه
والبيئه الاسبق. منوره النهارده في الاستوديو، هنتكلم عن كل هذه. صباح الخير على مصر كلها النهارده. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور علي، النهارده بنحتفل بوجود او بحصاد القمح. خلينا النهارده واحنا في 2024، في 2014 من 10 سنين كان الهدر من القمح في الشوان وصل لغايه فين؟ والنهارده القمح، انا بتكلم على القمح بس، وصلنا فيه لغايه فين؟ بص حضرتك، لما نتكلم في 2014 وكانت عندنا منظومه الشوان، كانت منظومه شوان ترابيه دي نمره واحد. الشوان الترابيه اللي يعني ومعرضه للهواء والعصافير بتاكل والطين بيتخلط بالقمح، كل هذا الكلام كان موجود. وكان في الوقت ده احنا بنتكلم في انتاج مثلا حوالي 6 مليون 7 مليون طن، الانتاج الكلي اللي بتورد منهم حوالي 2.5 مليون طن للدوله للتموين، هم دول كانوا بيبقوا موجودين، ولكن احنا كنا بنستورد فوق مثلا 6 مليون طن، ده الكلام سنه 2014 او 7 مليون طن. بعدها ب 10 سنين. النهارده بقى دخلت مع بدايه سياده الرئيس، تحركنا في اتجاهين، اتجاه منظومه تحديث الشوان وتحولت الى شوان اسمنتيه وتخزين تحت، وفي نفس الوقت عمل هناجر وقفل، فبالتالي انت كده حافظت على المحصول، لا في فقد ولا في سرقه. وبقول لك كان الفقد النهارده كان فوق ال 25%، وكنت بتسيب القمح المصري بتاعك فوق ال 25%. كان في فقد 15%. النهارده انت عملتي بقى، عملنا قلنا المنظومه الاولانيه ان احنا عملنا مجموعه ايه الشوان الاسمنتيه والهناجر، ثم ركزنا في موضوع الصوامع التخزينيه اللي هي الاساسيه اللي هي السايلز اللي هي. فطبعا يمكن كان في مشروع كبير اتعمل مع دوله الامارات في الجزء الاولاني سنه 2014 و2015، يتعمل حوالي طاقه تخزينيه تعدت المليون طن بمجموعه صوان، وانتشرت مجموعه الصوامع التخزينيه دي فين؟ على كل محافظات الجمهوريه. بقت في هنا تخزين، الهدف ان احنا نصل الى قدره تخزينيه، وصلنا لقدره تخزينيه حوالي 6 مليون طن، لكن احنا محتاجين نوصل الى 10 او 12 مليون طن في المستقبل. فهذا برنامج شغال لانشاء مجموعه الصوامع، غير الصوامع اللي كانت موجوده في المواني يعني. النهارده تشكى هتلاقي فيها صوامع للتخزين، هتلاقي في شرق الهوينات، هتلاقي في مشروع مستقبل مصر، هتلاقي في النوبريه. فانت مجموعه الصوامع دي بقدرات فوق ال 250 الف طن لكل صومعه موجوده في هذه الاماكن. فاحنا النهارده بقى عندنا طاقه تخزينيه، فبالتالي مستويات الفقد خلاص لم تتعدى اكثر من 5% في الشيل او النقل او الكلام ده، وانت كده وصلت المعدلات الطبيعيه. فلما نتكلم في محصول استراتيجي زي محصول القمح، انت النهارده كنت فين وبقيت فين؟ النهارده لما بتكلم على محصول القمح، انا بتكلم كنا بنستورد قد ايه يا فندم وبقينا نستورد قد ايه؟ ما انا بقول لسيادتك اهو، احنا بنستورد، هتلاقي الارقام متباينه. المفروض وزاره التموين لها نسبه في الاستيراد، ثم القطاع الخاص له نسبه في الاستيراد. وزاره التموين بتستورد من 8 ل 9 مليون طن. احنا استهلاكنا قد ايه مبدئيا يا فندم؟ بص، هو دي الازمه. احنا لما نقول احنا بنستهلك، مصر محتاجه ما حوالي مثلا 16 او 17 مليون طن قمح. احنا بننتج قد ايه دلوقتي طبقا للايه؟ لاحتياجات الافراد الغير مرشده. النهارده اعلى معدلات استهلاك للقمح في العالم هم المصري، يعني الشعب المصري. احنا فوق ال 180 كيلو جرام للمواطن. المتوسط العالمي مثلا 120، فرنسا 85 كيلو جرام في السنه. فانت شوف انت فين. فانت لما هنا يبقى انت محتاجه فعلا ال 18.5 مليون طن. انت بتنتجي كام؟ احنا بننتج، كنا بننتج مثلا 9 مليون طن، المفروض ان احنا نصل الى 12 او 13 مليون طن. ولو عملنا خلط هنبقى في الاخر عندنا ال 15 مليون طن، فنقدر نعمل عمليات الاكتفاء الذاتي بالنسبه لرغيف الخبز. وده الجزء الاساسي في الامن الغذائي المصري. سائد عندنا ان احنا لو بدانا ندخل القمح الديورام او القمح الجاف الصلب وتصدره اللي هو بتاع المكرونه، هنجيب مكانه قمح طري يعني بنظام التبادل، ده هيقدر يقفل لي جزء كمان من الجاف. لكن الامور احنا في الحاله دي احنا ايه؟ احنا فين؟ يعني احنا بنستورد قد ايه وبننتج؟ يعني احنا بنستورد دلوقتي فوق ال 8 مليون طن للخبز. كان بنسبه كام في الميه من انتاجنا؟ من احتياجاتنا؟ ما احنا 50%، احنا بننتج تقريبا 50%. تمام. خلي بال سيادتك، انت بتتكلم في مصر اللي زادت 20 مليون في طبعا طبعا. وحتى لو هنحسب حتى الانتاج كان بعيد عن الرقم ده تماما. يعني لما نقول معدلات النمو بتاعتنا او 55%، احنا لما نقول معدلات النمو 2%، ومصر من 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 84 85 مليون سنه 2011 ل 105 مليون سنه 2024، حضرتك 25 مليون. فانت مهما عمال تجري وبتجري بمعدلات نمو اعلى، لكن في الاخر
احنا معدلات النمو دي هي مقصره في ان انت ما بيبانش المجهودات الجباره. طب لو ما كانتش مصر عملت استصلاح اراضي، لو ما كانش في برنامج الريس والرؤيه السابقه مع معدل النمو السكاني ده كانت تبقى طبعا مشكله كبيره. تعرف ان كانت مصر هتتعرض لاكبر مجاعات يعني بالنسبه للنمو السكاني ده اللي محدش حاسه ومحدش شايفه. احنا عندنا برامج بتقوم بيها وزاره الزراعه ومركز البحوث الزراعيه ومركز البحوث الصحراء في تربيه اصناف وانتاج اصناف عاليه النمو تصل الى 30 و35 اردب للفدان، يعني بنعدي معدلات عالميه. يعني احنا في المعدل تقريبا احنا الرابع في انتاجيه الفدان للقمح الربيعي على مستوى العالم. خلي بالك احنا انتاجيتنا من المحاصيل عاليه لكن في الاخر احنا عندنا نمو. فاحنا التوازن اللي موجود كان لازم، ودي رؤيه سياده الرئيس ان كان برنامج بدانا 1.5 مليون قال مش كفايه نكمل ل 4 مليون. وبدا اكبر مشروع اتعمل اللي هو مشروع اللي احنا اللي هو النهارده هيبقى فيه حصاد للقمح اللي هو مشروع مستقبل مصر، احد يعني اجزاء مشروع الدلتا الجديد. طيب بما ان حضرتك ذكرت مشروع مستقبل مصر واسفه طبعا لمقاطعه حضرتك، بس خلينا نوضح للساده المشاهدين اهميه هذا المشروع. بما احنا بنتكلم عن حصاد القمح فنتكلم عن اهميته في او مساهمته حتى في زياده انتاج محصول القمح. انا هقول لسيادتك حاجه ونقطه مهمه جدا عشان الناس برضك يبقى عندها جزء من الوعي، ان القوات المسلحه ومشروع جهاز الخدمه الوطنيه المساحات اللي عنده تعدت ال 400,000 فدان مزروعه قمح. ده جزء في الامن الاستراتيجي المصري. ان دول بيوردوا لوزاره التموين 1 مليون أو 1 مليون وشوية طن قمح. دول ما كانوش موجودين. لما تبص بقى من 14 ما كانش دول موجودين. انا كان كل اللي في القوات المسلحه عندها مثلا 40,000 فدان في توشكا بتزرعهم محاصيل مختلفه. لكن النهارده لما مشروعات جهاز الخدمه الوطنيه والقوات الجويه عملوا هذه المشروعات، فمشروع مستقبل مصر جزء هو بيساوي لما هيكمل هذا المشروع 23% من مساحه الزراعه في مصر كلها. فانت النهارده بيساوي 23% من مساحه مصر كلها. 23% من مساحه مصر الزراعيه. المشروع مستقبل مصر والدلتا الجديده هتساوي، بالرغم ان هي هتبقى 2 مليون فدان 2 أو 2.1، هتساوي انتاج الدلتا القديم لمشاكل الدلتا، مشاكل التفتت الحيازي، تغير نوعيه الزراعه، ظروف الاراضي، التمليح، كل الكلام ده. اما الزراعه الحديثه والتكنولوجي اللي مستخدم في هذه المشروعات الجديده العملاقه هي جزء من سياسه الامن يعني الغذائي وسد الفجوه الغذائيه في مجموعه المحاصيل الاستراتيجيه منها القمح. فالنهارده لما الاقي نفسي عشان انا حاصل اوصل لاكتفاء ذاتي محتاج 4.5 أو 5 مليون فدان تتزرع قمح، النهارده احنا في 3.4 مليون فدان بيتزرعوا قمح، طب انت عشان تكتفي يبقى عايز 5 مليون فدان تزرعهم قمح او 4.5 مليون فدان، طب هيجوا دول منين؟ يبقى مش هيجي الا من خلال مشروعات استصلاح الاراضي. طب هل في خطه موضوعه لده ان احنا بحلول عام كده مش هنستورد اي قمح؟ وخصوصا ان كان في ازمه حبوب عالميه يمكن كانت الابرز عالميا مش بس في مصر. هو انت بتشتغل في كل المحاور. يعني احنا بنشتغل في المحاور، بس انا في الاخر عندي توازن في احتياجات مصر من المحاصيل الاستراتيجيه. فانا ماشي في معدلات القمح. اكتر شغل ماشيين فيه هو موضوع ان انت تكتفي ذاتيا قدر الامكان، واحنا بنقول فيه في قمح وخبز مش في كل القمح. لان انا لو دخلت بقى في كل الكلام ده انا قلت عايز كام وبعدد سكان حالي عايز كام، عايز 18 مليون طن قمح هنتجهم، يبقى انا عايز اضاعف مساحه الارض المنزرعه، المساحه اللي هي بتتزرع قمح. انت بتزرع 3-4 يبقى انت محتاج تزرع كام؟ مثلا 5.5 مليون فدان. انا عشان امشي في خطه الاكتفاء الذاتي، وهنا بقول لك دور المراكز البحثيه ان هي تطلع اصناف وبتعمل معاملات وبتستخدم نظم ري وتسميد وكل وباكج كامل، ده بيرفع مستوى الانتاجيه. فانت رفعت مستوى الانتاجيه من 18 اردب للفدان بس طالع ل 19 طالع ل 20، ده جزء بيسد في الفجوه، زائد جزء من المساحه من التوسع الافقي فهيديني جزء ثاني من سد الفجوه. من هنا انا النهارده اقدر في مثلا في حدود خطه ثابته يبقى عندي 5 سنين تقدر بعد ما ان شاء الله في 25 يكون عندي الـ 4 مليون فدان زائد المشروعات القديمه اللي اشتغلت. الدولة 4 مليون فدان ارض جديده يساوي كام؟ يساوي 45% من مساحه مصر، زائد عندي مشروعات زي توشكا وشارع العوانات كانوا دول كانوا مشروعات متوقفه. فانت النهارده ال 85,000 فدان شغلتهم وقعدتهم فشغلتهم، فدول دخلهم في المساحه لانهم كانوا محسوبين من المساحات القديمه. يعني انا كنت بتكلم في 8.3 مليون فدان في المساحات القديمه، لكن هم كانوا ما بيشتغلوش بالشكل الكافي ولا بيأدوا الوجه. النهارده دولت النسب الارض اللي اتزرعت في توشكا تعدت 450,000 فدان، وفي شارع العوينات 230,000 فدان او 235,000 فدان. فدي مساحات كانت 85,000 فدان سنه 2014 انتهى الى 85. احنا وصلنا ل 10 مليون فدان تقريبا. احنا دلوقتي وصلنا ل 10 مليون 10.3 مليون. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي
اضاف ليهم كام؟ 2.5 مليون فدان نت بحلول عام 2025 هيبقى ان شاء الله عندنا 12 مليون فدان. 2025 هتبقى مصر عندها رقعه زراعيه تصل الى 12 مليون فدان ارض زراعيه منزرعه. وما بعمل تكثيف زراعي وبشتغل في الدوره يبقى بحدود 18 ل 19 مليون فدان بيتزرعوا شتوي وصيفي، وده بمعدل تكثيف 1.8%. دي نسبه يعني طبعا كبيره. يعني انت لما تقولي مصر مش بتزرع كده 10 مليون واسمه 10 مليون، لا ده انت بتزرعي فعلي 18 مليون فدان او 19 مليون فدان كل سنه. ده حسب الانتاجيه زي ما حضرتك بتتكلم، شتوي وصيفي. يعني انا بزرع محصول شتوي ومحصول صيفي. فمن هنا انا كل ما بزود مساحات جديده بيدخل عندي تراكيب محصوليه بتخش عشان تسد الفجوه الغذائيه. طيب اهم محصول القمح ومحصول الذره ومحاصيل بنجر السكر كمحاصيل استراتيجيه، ثم من دول كمان بيخرج منهم منظومه انتاج العلف. يعني المحاصيل دي كلها القمح مش انسان ده، هو في جزء منه في منظومه الرده والمخلفات بتاعته في منظومه انتاج العلف. نفس كلام الذره، نفس كلام بنجر السكر التفل كل الكلام. طب الحقيقه فانا وده حته التصنيع الزراعي، هي دي النقطه اللي انا كنت جايه لحضرتك فيها. انا بشتغل حاجه واحده، الاستراتيجية المصرية متوقفتش فقط على التوسع الأفقي وزيادة المساحات المنزرعة واستصلاح الأراضي، لكن كانت مهتمة جدا بالقيمة المضافة. لأن دي نقطة مهمة قوي، فكرة التصنيع الزراعي. وبجانب التصنيع الزراعي بقى حتى النقاط المتعلقة بجودة التخزين والزراعة الحديثة واستخدام التكنولوجي، كل دي يمكن ملفات الدولة المصرية كانت حريصة أنها تفتحها في وقت احنا كان عندنا بالفعل مشكلة كبيرة جدا فيها. لو هسأل حضرتك عن القيمة المضافة وعلى الاستراتيجية اللي تبنتها الدولة المصرية من 2014 عشان نقدر ان احنا نحقق كل هذه الأهداف، ده كانت محتاجة مجهود كبير جدا اصلا مبدئيا العقلية نفسها اصلا. تمام. هو سيادتك انا عايز اقول حاجة، يعني الملف الزراعي هو كان اهم الملفات اللي اشتغل فيها سيادة الرئيس. حقيقي. ولولا الاهتمام القيادة السياسية ان هي تدعم هذا الملف وتتابعه اول باول ما كانش هيبقى في انجاز في هذا الملف. مش وصلنا لده عندنا فترات طويله واتعملت مشروعات. انا ما عنديش انا كنت في احد المشروعات، يعني انا كنت في مشروع من ضمن هذه المشروعات، بس الاراده السياسيه ما كانتش بالمتابعه ولا يعني. النهارده الفدان في الاراضي الجديده والاستصلاح فوق ال 150 الف 200 الف جنيه النهارده، بيتكلف في المشروعات الكبيره دي فوق ال 200 الف جنيه. انت وزاره الحكومه المصريه والدوله المصريه صرفت اكتر من 700 مليار جنيه على مشروعات اصلاح الاراضي في المرحله الحاليه. فانت عندك استراتيجيه زي ما انت قلت كده، اول حاجه محور الامن الغذائي، يعني تعزيز الامن الغذائي المصري. النهارده شفت ازمه كورونا، الحرب الروسيه، النهارده حرب غزه، البحر الاحمر بتقفل، كل المشاكل دي. ما كانش عندك امن غذائي لما كورونا كانت موجوده، مصر الدوله الوحيده اللي كانت بتقدر تودي للدول العربيه، ما حسناش باي مشكله في نقص الغذاء. ليه؟ لان احنا كنا في رؤيه وفي بعد نظر واشتغلنا، كان في خطوات استباقيه طبعا. انت النهارده حجم الصادرات، فانت نمره واحد ازاي تعملي اكتفاء ذاتي بمحاصيلك الاستراتيجيه وتسد الفجوه؟ نمره اثنين تعملي انتاج حيواني وتأمني احتياجاتك، وعندك انت دخلت في يعني اول دوله في استزراع السمك على مستوى العالم النهارده. صحيح. تقريبا مصر دخلت في هذا الكلام استزراع البلطي بالذات. فانت بتعملي الامن الغذائي، يبقى الانتاج النباتي ازاي اطوره واحسن اصنافه وارفع الانتاجيه عشان اقفل هذا الجاب. صحيح. الجزء الثاني زي ما قلنا الانتاج الحيواني، سواء كانت تربيه البتولو او مشروعات الالبان، التصنيع الزراعي، ثم التصنيع الزراعي هو المثلث اللي بيربط الانتاج النباتي والانتاج الحيواني. واحنا فعلا قيمه مضافه، القيمه المضافه دي 10 اضعاف تقريبا بتشيل الفقد. مفيش فقد، يعني لما تاخدي الطماطم في مكانها وتعصريها مش هتفيدي منها حاجه، هتاخدي خضار وتعلبيه وتجهزيه وتطلعيه مجمد، مفيش الكلام ده. وبالتالي لما تبص لحجم الصادرات النهارده، ان مصر حققت لحد دلوقتي طفره في الصادرات الزراعيه من 4 مليون طن الى 7.3 من 10 مليون طن صادرات زراعيه. هو الامل فعلا ملف الصادرات الزراعيه وملف التصنيع الزراعي. وخليني اقول ان الدوله المصريه بس مش شغاله على زياده الرقعه المنزرعه اللي زادت بالفعل 2.5 مليون فدان وهتوصل ل 12 مليون فدان بحلول 2025، لا، هي مهتمه بملف التصنيع الزراعي زي ما الدكتور علي قال، مهتمه بملف التعديات على الاراضي الزراعيه اللي عملت فيها خطوات مهمه جدا، مهتمه بملف التقاوي ان احنا يعني نحسن من انتاجيه التقاوي، مهتمه بملف الفائد ان ما يبقاش في فائد من المحاصيل من خلال التخزين الجيد. فكل دي ملفات بتصب في حاجه واحده بس اسمها الأمن القومي الغذائي، اللي الدولة المصرية حريصة كل الحرص إنها تشتغل بالتوازي
في كل هذه الملفات. استعرضها معنا بالتفصيل الدكتور علي اسماعيل استاذ الزراعه مدير معهد بحوث الاراضي والمياه والبيئه الاسبق. نورتنا وشرفتنا وشكرا جزيلا لكل هذه المعلومات يا دكتور. شكرا لحضرتك يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات ان شاء الله. صباح الخير يا مصر، هيكون معاكم بكره نفس الميعاد. صباح الخير والسعاده عليكم جميعا. صباح الخير يا مصر.